صباح لبنان لكل المشاهدين اللي عم ترافقوا معنا بصبحيه جديده عبر صباح لبنان. نحن وياكم بنترافق بصباح جديد ومواضيع متنوعه رح نطرحها اليوم، ان كان من تقارير وموضوعات مع ضيوف رح نحكي معهم وعنهم، من مواضيع صحيه اجتماعيه سوشيال ايفنتس واكيد الفقرات الثابته ببرنامجنا. صبحيتنا بتقلع اليوم صباح كل المشاهدين وين ما كانوا عم يتابعونا بلبنان بالعالم العربي وين ما كان بالعالم. صباح الخير كمان لزميلي جو. شو اهلا اهلا وسهلا شادي. تمام شريت عنا قهوه، كنا هيك ضيفناك على الصبحيه وملا صبحيه اروع بتعرف يعني. يا ريت هيك انا بالقهوه يعني ما في مهرب، كل واحد الصبح يعني ما بعرف انا منه وعلي، انا بدي اقع الصبح في قهوه قبل اي كل احوال. خليني اقول صباح الخير لكل المشاهدين اللي بهذا الوقت عم بيشوفونا وركوه القهوه او اي شيء ثاني بيحبوا ياخذوه على الصبح بين ايديهم موجود. فتحيه لكم كلكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا لليوم، بدايه جديده وحلقه جديده من صباح لبنان بتحمل معها كل المواضيع الجديده، ابرز واحدث الانشطه الصحفيه الاجتماعيه وغيرها الموجوده على الساحه اللبنانيه. ومثل كل يوم شادي يعني نحن دائما بمتابعه دقيقه لهيدي النشاطات لحتى فعلا نقدم لكل الناس المواد اللي على بالهم يشوفوها. صحيح، على كل حال يعني صبحيه معنا احلى وان شاء الله تكونوا دائما عم تستفيدوا وتتسلوا مثل ما دائما بنوعدكم. وعلى سيره القهوه جو، هذاك النهار عم بقرا شغله عم بقرا هيك شغله طريفه يعني، فواحد عم بيقولها لحبيبته انه انت اهم من القهوه لإلي على الصبح، فشوف قديه بيعبى يعني. ليك هلا على الصبح هي اهم بكثير من القهوه. اليوم مثل كل يوم شادي طبعا رح يكون لنا فقره رياضيه وقفه مع علم الرياضه مشاهدينا، او بالاحرى لا اليوم ما في رياضه، في خانيتو رياضه في خانيتو. اليوم مشاهدينا رح تكونوا مع خانيتو ايضا نتعلم خطوات جديدة لعالم الرأس. أكيد منتابع صبحيتنا وفقرة ستة لحتى نعمل جولة على أبرز الأفلام اللي عم تنعرض بصالتنا اللبنانية مع فقرة سينما اللي نترافق فيها مثل العادة مع جوزيف إبراهيم. كما أنه أول ضيفة رح نحكي معها عن سالون دي شوكولا، ومن منا ما بحب شوكولا يعني. أبعد عني هذه الكأس كوارث. ضيفتي معها حسباني لحتى نحكي عن هالفود فيستيفال وتحديدا سالون دي شوكولا. اما مشاهدينا ضمن اطلالاتنا على المجتمع المدني ومختلف الانشطه اللي بيقوم فيها المجتمع اللبناني، اليوم فقره سوشيال ايفنت رح تعرفنا اكثر على مؤسسه تاهيل مع جورجيت حداد تحديدا، رح تعرف اكثر على المؤسسه. ومن منا منو ناطر انه ياكل صحي ويعرف هيك تيبس من مايا نحول ضمن فقره النيوتريشن، شو محضره لليوم اكيد منتابع ضمن هالفقره. لنتعرف نحن وياكم اكثر مشاهدينا على فيروس الايبولا، لنتعرف على عوارضه، على كيف فينا نتخلص منه وكثير من الامور. نحن وياكم رح نتابع لليوم ضمن فقره سانتي دكتور بيير ابي حنا رح يعطينا مختلف هذه التفاصيل والمعلومات. واكيد الفقره الاخيره مثل كل نهار جمعه ومثل ما تعودتوا بتحضروا اتصالاتكم على 1390 من داخل لبنان لحتى تحكوا زين نمرود وتشوفوا تارو والحظ شو محضر لكم. ولكن مثل ما ذكر جول بدايه ما في مهرب منا مثل كل نهار جمعه رياضه بس راقصه هيك بنحضر حالنا للويك اند لكل الاشخاص اللي بحبوا يروحوا شوي هيك يرفعوا عن حالهم ويرقصوا. فاذا خانيتو ودانس بونجورنوس لكل اللي بيحضروا تلي ليبان ومحبين تلي ليبان. اليوم اذا لحقتونا جمعه الماضي علمناكم اول با بالرومبا، تو ستيبس بالرومبا، وهي مور رومبا بوليرو كمان فينا نحكي انه هي بالدانس سبورت اكثر شيء رومانتكس دانس مثل ما حكينا جمعه الماضي. والرومبا هو الكوبن وكتير حلو كتير سنسيتيف كتير رومانتيك. هلا انتو مع اخوان ابني وتاتيانا تالت ستاب بالرومبا بدي اعلمكم البرمي تيرنينج تبع الرومبا. نحن شو عملنا هيدي كلمة؟ عملنا بيزيك عملنا نيويورك، خلينا نعمل ورا بيزيك ونيويورك بنشوف البيزيك ونيويورك. عملنا بيزيك 1 قلنا 2 3 4 1، عملنا مرتين بيزيك 4 1 2 3 4 1 2 3، عملنا نيويورك 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. هيدول اللي عملناهم جمعة الماضي. اوكي هلا اليوم التيرنينج نعملها سايد باي سايد بليز. اوكي التيرنينج هي نفس الشيء. اوكي بنبلش وين خلصنا ال1، خذوا بوز ال1
اوكي بس دو ذا سيم ستيب تيرنينج ذا ليفت افتر وي دو ذا كيم. يلا البرمي 1 جو 2 اوكي 3 من بروم 4 من زيت الاجر 4 عملنا ال 1. هلا ثاني مين 2 3 4 1 هينا كثير كمان جو 2 3 4 1 2 3 4. هيدي البرمة تبع الرومبا. خلينا نعمل فاس فاس فازان هين كتير go 2 3 4 1 2 3 4 1 كمان 2 3 4 1 2. هلا رح نعملها مع الميوزك بعدين بدنا نعمل صاروا 3 ستبس بيزك نيويورك وعندنا هيدي. هلا بدي البرمة بدي البرمة بليز 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. اوكي هلا رح نعمل 3 ستبس اللي عملناهم 2 بيزك 2 نيويورك و2 عندنا التيرنينج اندر ارم تيرن. سو 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 smile 4 1 2 3 4 1 2. هلا عندنا نيويورك 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. هلا عندنا البرمة 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. هيك بكون علمنا عملنا third step بالرومبا. هلا عنا أيدا اسمها بالرومبا رابع با بالرومبا. أوكي لازم نعملها حد بعد هكوتي بعدين بنرقص وجه بعد. إذا لاحظتوا هي نفس الحركة يعني واحدة مسابقة يعني إذا شاب بلش باليمين هي ببلش بالشمال. So one go أيدا two هيدا بصير diagonal 2 3 4 1. هول الأربع بايات بيشبهوا كتير بعض لأن هيدا البيزك هيدا الروتس. يعني إذا ما تمرنتوا هيدول ما فيكم تعملوا شيء بعدين. أصلا رح تشوفوا بالحلقات اللي بعدها بده يتغير الدانس شوي كمان. one بدنا ننسى هيدي رومبا انترناشونال مش سوشيال. في رومبا سوشيال يلي مثلا في عنا نحن بنعلم للناس العاديين الكبار اذا بس يجوا مثلا من 30 ل 50 في غير ستيل رومبا بنعلم. هذيك رومبا سوشيال بعدين بنعلمكم رومبا سوشيال. هيدي انترناشونال يلي بينزلوا بالمباراه هيدا تكنيك المباراه العالميه. يلا 1 جو 2 3 4 1 هيدي اسمها ايدا 4. اوكي هلا فاس فاس بليز كيف بتصير الايدا 1 2 تلاحظوا هالمرة رجعوا لورا. نيويورك كان لقدام هيدي راجعة لورا بيشبه لنيويورك بس شوي راجعة لورا 2 3 4 1. هلا بدنا نعمل الفور ستابس عندنا بيزيك نيويورك التيرنينج وايدا. يلا سو نبلش 1 2 3 4 1 2 3 4 1 مرتين بيزيك 4 1 2 3. هلا نيويورك نيويورك اذا لاحظتوا لقدام 3 4 1 لقدام الايدا كان لورا 4 1 2 3 4 1. دغري بكفوا البرمه 4 1. turn 3 4 1 turn 3 4 1 turn 3 4 1 turn. هلا نيو ستيب يلا اخر با ايدا اذا لاحظتوا رجعوا لورا 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. اوكي هلا رح نعملها مع الميوزيك بنغير الغنية شوي. هيدي شوي اسرع 1 2 3 4 1 2 3 4 1. حسوا شو رومانتك هالميوزيك. هيدي اجمل واكثر شيء رومانس دانس بالعالم 4 1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 turning 3 4 1 كله بالكاونتينج ما في شيء بلا كاونتينج كل العالم بيشتغلوا على الكاونتينج 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 هلا من اولها 2 بلشوا من اولها 4 1 هلا بلا كاونتينج لكن بيطلع مع الميوزك خربا هيك بنكون خلصنا اذا لاحظتوا يعني هي كيف بتصير اول شيء نحن بنعلم الدانس بالمدرسه بعدين على المدى الطويل ببلش الاكسبريشن شو بس ما بيفكروا بالاجرين بالايدين بقى ببلشوا بالاحساس هيدي فيها كثير احساس كمان وبالمباراة عنا بيكون آخر رقصة ليه؟ لأنه بده يكونوا ماتيور ليحسوا هالدانس. Thank you very much. بنشوفكم next Friday. مش هتتعلم بعد 2 steps إذا هالشهر لحقتونا كنوا عملتوا 8 step 8 step يعني بلشتوا ترقصوا يعني. Thank you very much. Bye bye. عن جديد مشاهدينا بنرجع لكم بعد ما تابعنا خانيتو وكل المعلومات الجديدة اللي عطينا إياها أيضا رح نتابع بفقراتنا لليوم شادي شو بعد عنا بعد أنا صرت فادي للويكند مثل العادة يعني فقرات متنوعة فقرة ثابتة دايما بالبرنامج كل نهار جمعة تعود عليها المشاهدين حتى نعمل جولة على كل الصالات اللبنانية شو الأفلام الجديدة نيو ريليسز وحتى صحيح. الأفلام اللي عم يستمر عرضها أكيد مع جوزيف جوزيف بونجور بونجور شادي بونجور جو شو أخبارك؟ ماشي الحال كيفكم أنتم؟ ماشي الحال؟ شو عنا لليوم؟ يعني شادي أنت ردي للويكند بس كمان إذا بدك تروح تحضر السينما لازم تتابع الفقرة تبع السينما عظيم شو يعني مش بس رأس جوزيف في أفلام نيو ريليسز أو كلها أفلام عم يستمر عرضها؟ لا أكيد في نيو ريليسز كل جمعة في نيو ريليسز هالجمعة عنا أدفنتشر عنا أنيميشن عنا ميستري يعني عنا كل شيء وعنا حتى فرنش موفي يعني نازل جديد كمان عظيم لكن عندنا أي تأخير خلص فإذا الفقرة لك نشوف شو في جديد بعالم سينما مع جوزيف إبراهيم يعني مثل ما كنا عم نقول في كتير أفلام هلأ نازلة على صالات السينما أول فيلم رح نحكي عنه هو فيلم أكشن بيحكي عن زلمة اسمه جون ويك اللي هو كان أكس هيتمان يعني كان بمافيا وكانوا يبعتوه تيقتل العالم فلما يتجوز بيقرر أنه يستقر ويبعد عن هيدي الحياة بس لما تتوفى مرته وبيصير معه حادثة بيسرقوا له سيارته عصابة بقرر انه يرجع وينتقم من هدول العصابة وكرمال يعني يقضي على كل المافيات اللي بهيدي المنطقة بنيويورك فبكون جون ويك كان اكس مان اكيد بيكون فيلم كتير مليء بالاكشن بيلعب دور جون ويك كيانو ريفز اللي معودنا دايما على افلام الاكشن يعني مثل ما كنا عم نشوف في عنا مجموعة كتير كبيرة من الأفلام عنا The Judge, The Captive, Horns حتى عنا الفيلم اللبناني وينون عنا The Book Strolls, The Animated وكتير غيرهم يمكن ما معنا وقت هلأ نشوفهم هذا كانت فكرة سينما لليوم خليكم معنا هلنا بيكمل بس بعد هذا البريك الإعلاني خليكم معنا عودنا متابعة صباح لبنان صباح الخير لكل الأشخاص يلي هلأ عم بيتابعونا صباح الخير بيروت إن شاء الله بيروت اليوم تكون هيك كلها طاقة إيجابية بظل الأوضاع يلي فعلا مش كتير حلوة عم نمر فيها ونقدر ننقل هالطاقة الحلوة لكل الأشخاص بلبنان وبرات لبنان يعني بدنا نضل متفائلين بالأفضل والأحسن لحتى نجذب لقلنا هالطاقة الحلوة والإيجابية أكيد مشاهدينا فيكم تتواصلوا معنا على تويتر @صباحلبنان ما تنسوا مع هيك هاشتاجز مع كل الفيدباك يلي عبالكم تخبرونا إيه
واذا ما عندكم تويتر عندكم فيسبوك لايك على صفحتنا الرسميه على فيسبوك صباح لبنان. اكيد فيكم تبعتوا لنا اي موضوع عبالكم نحكي عنه، مين الضيوف اللي بدنا نستضيفهم وعبالكم تعرفوا عنهم ومنهم اكثر موضوعات وامور انتم هيك عبالكم تعرفوا عنهم اكثر. رح نحكي هلا عن موضوع يعني على الصبحيه مع فنجان القهوه، مين ما بحط هيك تابلت شوكولا حدو ان كان مر او حلو شوكولا على انواعه، يعني وقت حضرنا فيلم جوليات بينوش شوكولا مين منا ما هيك صرنا قاعدين انه بليز خلص شيلوا الشوكولا، عم ننصح على نحن عم نحضر. فبدنا ننصحكم شوي معلي قبل ما نوصل على فقره مايا نحول نيوتريشن ونحكي عن سالون دي شوكولا، بدنا نحكي عن هالايفنت اللي عم بيصير ببيال بلبنان، وكمان الاهم من هيك عن مهرجان الطبخ او الكوكينج فيستيفال، مواضيع كلها رح نحكيها ضمن هالفقره. ضيفتي بالستوديو البروجكت مانجر لمهرجان الطبخ او بيروت كوكينج فيستيفال وسالون دو شوكولا مها حاسباني، صباح الخير. بونجور. شو اخبارك؟ تمام تمام. يعني مبلشين اليوم هيك بابتسامة وبضحك على امل كل العالم يكونوا ان شاء الله مثلنا مبسوطين اليوم. مها شو عاملين؟ يعني يعني ما بكفينا انه عم ناكل شوكولا وعم ناكل اكل طيب، يعني بدنا ننصح نحن عم نحضر كمان. يلا هول الشهرين صعبين يعني جايين. أشهر أعياد هلا ورأس السنة وتحضيرات كلها. مها أطلق أمس بستة تشرين تاني مهرجان طبخ أو بيروت كوكينج فاستيفال بلبيال، بيستمر لليوم يعني ستة وسبعة وثمانية، بيستمر لبكرة السبت ثمانية تشرين تاني، هو بنسخته الرابعة. أول شيء خبريني وخلنا لكل المشاهدين كمان يلي عم بتابعونا، هو من 11 الصبح ل 8 المساء، رح نحكي بكل هالتفاصيل، بس خبريني للسنة الرابعة على التوالي قد ايه صعب إنه الواحد هيك يجدد يعمل تويست دايما يلاقي شيء جديد يطرحه ويلاقي هيك أفكار مهضومة يحطها؟ هلا نحن مجبورين دائما نقدم شيء جديد للفيزيتور تبعنا وحتى للعارض تبعنا، بس بتعرف انه مانا كتير صعب بلبنان بوجود عن جد عالم بتآمن بهيدا الدومين تبعنا وبهيدا وناس بتآمن بالضيافه اللي لبنان كتير بيتميز فيها، سو دائما هن بفتشوا على الاشياء. يعني نحن انا بدي احكيك عن اكثر من 80 ورشه عمل عم بيصيروا تحت، شافية جديد وشافية قديم، بس كل شيء جديد يعني كل الرسيتات والتندنسات يلي عم بياخدوها ويستعملوها هن كلهم اشياء جديدة. نعم. ما في ابدا شيء قديم عم يتكرر. يعني قديم مهم هالموضوع وقديم مثل ما قلت الهوسبيتاليتي بلبنان بيركزوا عليها وبيشتغلوا يعني هيك على تطويرها دايما. خبرينا شوي المشاركين بهالمعرض، هو من تنظيم شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز وفي أكثر من 100 مشارك من طباخين وتجار ومواد، كيف بتم اختيار هالتجار وهالأشخاص يلي بدهم يشاركوا؟ يعني كل شخص عباله يشارك في ديسكريبشن معينة أو أنتو في ناس بتتواصلوا معهم تحكون؟ هلا بالنسبه للبيروت كوكينج فيستيفال الاكسبوزان اللي بيكون موجود معنا تحت هو شخص عنده شيء قدمه للعالم اللي جايين. نعم. مثل ما بتعرف هذا مهرجان الطبخ، اوكي، القصص الجديده والمهضومه اللي نحن كستات بيوت بنقدر نستعملها تتخلي سفرتنا حلوه وجديده وترندي، هن هو القصص يلي من نبش تنشتريهم من هول الاكزيبيترز. على كل حال عم نتشارك قبل ما نتابع حديثنا مع المشاهدين بصور رح يمرقوا على السكرين، تفضلي. يعني مش اشياء بنلاقيها هلا دغري اذا بروح انا على السوبر ماركت بلاقيها بالسوبر ماركت، لا، كل شيء تحت موجود هو جديد، كل شيء هن عاملين ريسيرشات. يعني في اشخاص صاروا معنا لهم اربع سنين بيعملوا دي كوموند سبيسيال للبيروت كوكينج فيستيفال لا يعطوا شيء جديد، انه بالعكس الاكسبوزان تحت عم جايبين برودويات جديد وعم يعملوا ديموز عليهم تا هل الفيزيتور يستفيد وتكون زيارته مهضومه. يعني الاشخاص اللي بدهم ينزلوا على الكوكينج بيروت كوكينج فيستيفال ناطرهم تحت انهم يفلوا من هنيك مع دروسات مع طبخات مع بودي باجز مع افكار مع شو؟ مع كل شيء، كل شيء اكثر. عن عم بقول لك في عندنا ثلاثه ورك شوبس تحت كل الوقت عليهم اكثر من 80 شيف عم بيشتغلوا، مش بس 80 شيف، عندنا 80 شيف 80 بارتندر 80 سبيس، يعني عم نحكي لايف ستيشنز يعني؟ ايه كل الوقت. أوكي. الكويزين نحن هي اهم شيء عندنا، شيفية عم تحكي كتير معروفين على التلفزيونات وشيفية أجانب ولبنانية بيشتغلوا بأوتيلات ومطاعم 5 إتوال تحت
على طول عم بيعملوا دراسات جديدة وحلوة وعم بيتواصلوا مع العالم اللي قاعدين سوا يعني قاعدين معهم على بقلب المطبخ وبيجوا بيدوقوا بيتحضروا قدامهم بيدوقوا بيحكوا عرفت يعني مركزين احنا على اربع اشياء اول الاهم شيء اللي مركزين عليه تحت بالمطبخ هو المطبخ اللبناني لانه المطبخ اللبناني بتعرف كثير مهم ومش بس بلبنان كثير متنوع يعني اكثر شيء يعني هو لاست ترند بالعالم يعني كل عرفت خلص عم يعني عم يضرب بالعالم خبرينا عن الفيدباك تبع الطباخين يلي جايين من برا على لبنان يمكن في منهم مشاركين قبل بهالكوكينج فيستيفال ومنهم لاول مره بيجوا ردة فعلهم كيف بتكون لما يشوفوا هالهوسبيتاليتي بلبنان ولما يشوفوا هالتنوع يلي موجود والغنى بالمطبخ اللبناني يلي جامع من كل العالم ليك هني ما بيتفاجئوا لانه هني دجا عارفين عنا كتير منيح يعني وقت يكون يجي على لبنان قبل ما يجي على لبنان يكون عمل سيروشتات وكل شيء ونحن صرتوا بهذا الضمان يعني ما حدا في قرب صوبنا ما عليه يعني عرفت سو بيجوا عارفين حالهم لوين جايين عارفين حالهم شو جايين يعملوا بالعكس يعني ولا مرة بنحس انه نحن لازم نعمل افار تنلفت لهم نظارهم عرفت على كل حال يعني الى جانب اللايف ستيشنز في عندكم الفان تذوق انبيت كمان ستيشنز لكل الاشخاص اللي بحبوا هالموضوع زيت الزيتون مطبخ الولاد خبرينا شوي عن هالفكره قد ايه الولاد هنا بالبيوت بحبوا انه هيك يفوتوا عند امهم على المطبخ يصيروا يعملوا اشياء بايديهم شو عاملين شيء سبيسيال للاطفال مها بدي اقول لك شادي نحن المطبخ عندنا مركزين قلت لك على اربع اشياء المطبخ اللبناني شيء اسمه كويك اند ايزي شيء اسمه هاسي كورنر والكوزين انترناسيونال يلي بتخلي طاولتها تكون ريش على نوال بتعرف الموسم اللي جاي الاولاد جوا كيف الكبار عم بيعملوا عم يعملوا زيت الشيء رح يكونوا عم يشتغلوا مع دي الشيف رح يكونوا عم بيعملوا كل رستات هينين رستات اصعب رح يكونوا عم بيعملوا ديستير عم بيعملوا كب كيكس عم بيعملوا كريب كل الطبخ يلي يلي بيحبوا يعملوا اللي بيحبوا ياكلوا رح يكونوا هن عم يعملوا عم يطبخوا بتعرف كمان في شغله كتير مهمه بارت من المعرض ومبارح تم افتتاحها ب يعني عرض يلي كان موجود ما صدق انه هالموضوع عم بيصير بلبنان الفاشن شو بس فاشن شو على شوكولا معقول يعني انه صبايا اورادي هن حلوين وشوكولا كيف لا. يعني شو عم تعملوا فينا خبرين شوي على الفاشن شو تشوكليت فاشن شو يلي صار قبل ما احكيك عن الفاشن شو رح نحكي عن صالون دي شوكولا شو صالون دي شوكولا هو فرانشيز نحن اخذناها من فرنسا معرض بيصير باكثر من 40 دوله بالعالم قررنا نحن نجيبها على لبنان عملنا صالون دي شوكولا في بقلبه اكثر من 50 شوكولاتيه كل واحد عم بعمل شوكولا سبيسيال للمعرض يعني قصص ما بتتخيل يعني قصص جديده قصص يعني كومبينيشنز خلطات يمكن الواحد ما بتخطر ايه ما بتتخيل ايه كل واحد كل حدا عم يتفنن يعني ان كان عم يتفنن بالفليفرز يعني اما بالديزاين ام بكل يعني بالاشكال بالطعمات يمكن الانجريدينتس والخلطات يلي عم يعملوها ايه ايه كل الشوكولايات الشوكولا نوار شوكولا بلون يعني كل الباتيسري يلي فريمون هن معروفين بالاندستري وال موجودين تحت موجودين يعني خلينا نقول اذا بدك الاودوغام تبع الاندستري كله موجود بسالون دي شوكولا مزبوط هلا الشيء مهم بسالون شوكولا اللي بيصير بكل العالم هو الفاشن شو الفاشن شو عملناه نحن مع 14 ديزاينر لبنانيين منهم المصمم توني ورد يعني ها يعني هذه الصوره بتحكي لحالها قبل ما نتابع حديثنا معقول ايه واو يامي ما بعرف شو بدي اقول هن 14 ديزاينر مع 14 شيف باتيسيه نعم يعني كل ديزاينر اشتغل مع شيف وعملوا كل واحد الفستان تبعهم الصور اللي عم نشوفهم هنا من العرض يلي صار امبارح ببيال وفعلا الامباكت كانت كتير حلوه صار معكم هيك مشاكل فرط شي فستان شوكولا لا في واحد بس شوي صار يهرهر بس مش فستان طبعا او مثلا حدا راح طلع عباله ياكل الشوكولا لا ما حدا ما خلينا حدا يقرب بتعرف هونيك تحت جلدنا كلنا لانه التمبراتور اللي حاسينا بقلب الفاشن شو كانت كتير واطيه لما يذوب المودلز مع الشوكولا صار المودلز زرق يعني اذا بدك يعني بتخيل صار فينا نروح نعذب المودلز يلي كانوا امبارح لابسين شوكولا على كل حال خلينا نتشارك مع المشاهدين قبل ما نتابع حديثنا معها بمقتطفات
عن الكوكينج فيستيفال وعن صالون دو شوكولا. رجع تابع حديثنا. يعني هالمقتطفات اللي عم منشوفها هيك قد ايه العالم عندهم يعني هجمة على هالموضوع، قد ايه بهمهم اللبنانية، يعني حتى الواحد اذا ما كان ضليع بالهوسبيتاليتي وبالمطبخ بتلاقيه اول واحد وصل على ال يعني يعني قد ايه اليوم العالم يلي عم يجوا من برا، لانه الاكسبكتد انه يجي كتير عالم اكثر من 15 شخص مثل كل سنه، 15000 مش 15 يجوا على على ان كان سالون دو شوكولا يلي عم بيصير السنه او حتى الكوكينج فيستيفال. خبرينا شوي عن فيدباك العالم، يعني بيعطوكم اوقات افكار، هن بيطلبوا اشياء يعني هيك، شو الفيدباك تبعهم؟ ايه بيطلبوا اشياء، ايام كتير بيطلبوا انه الوقت يتمدد لانه بتعرف بيحبوا يكونوا انه اكتر، بيطلبوا شفيه، بيطلبوا دراسات. نحن دايما نسمع يعني عنا حدا بيعمل فيزيتر سيرفي كل الوقت وبيشوف عن جد النيدز تبع الفيزيتر شو هو، ونحن بنشتغل عليه كل السنة. يعني قد ايه كمان هالموضوع هو عنده منحة تسقيفة إذا بدنا نقول، ولأنه في عالم يمكن بدهم يتعرفوا على ثقافة الأكل يعني وثقافة الشوكولا خلينا نقول هون. مهب قديش مهم هالمعرض وهالفستيفال لحتى يدعم القطاعات بلبنان، يعني القطاعات الطهي والضيافة ومن جانبهم قطاع السياحي، لأنه هذا جاذب كمان مهم للبنان. مظبوط، بس انه العالم يلي بيجوا على الكوكينج فيستيفال هلا والصالون دي شوكولا هن اغلبيتهم هن لبنانيه، عالم مثلنا يعني عرفت. مثل ما قلت لك قبل، كلنا بنحب نستقبل ببيتنا وكلنا بنحب انه نحن نعمل احسن، عرفت شو قصدي؟ انه خلص الكوكينج فيستيفال بيلفت نظر كل الستات اللي بيتوا، كل الاشخاص يلي بيحبوا الاكل، مش ضروري نسوان، نسوان ورجال، يعني في اكثر يعني في رجال كثير بهمها هيدا الموضوع، كلهم بيجوا وكلهم بيحبوا وكلهم بيشاركوا، عرفت؟ عندنا سكشن كبيره عن البافرج، يعني مثل ما قلت لك في شفيه، في بارتندريه عم بيعملوا كوكتيلات بالالكول بالمبيد، عرفت؟ عم بيعملوا ديزابيريتيف، يعني حتى يعني وقت نستقبل ببيتنا فينا نتعلم كيف نبلش بالدرينكس بعدين على الاكل والديسير يعني فول سيرفيس، ماشي يعني من الابيرو للمرور بالمين كورسز والاكل كله وصولا للديسير مع الشوكولا ومع كل شيء، يعني كل شيء من الاول للاخر. حتى عندنا اخصائيين موجودين تحت عم بيشتغلوا على التيبل سيتنج وعم بيشتغلوا على الاتيكيت تبع الاستقبال، يعني فول باكج، ماشي عم نشتغل على كل شيء بيخلي عم اقول لك بيخلي استقبالنا واستقبال كل العالم يكون كثير مهضوم وحلو. بدي احكي شوي عن الهيلثي سكشن، يعني ذكرت انه في هيلثي سكشن كمان، يعني قد ايه اليوم مهم وقد ايه كل العالم صارت هيك كله بيعمل جيم، كله بيهتم بحاله، كله ما بده يكون ناصح وياكل هيلثي، يعني قد ايه هالسكشن كثير مهمه وقد ايه العالم عم بيكون في اقبال عليها من قبلهم. اهم شيء عنا انا بلاقي هي هيد السكشن، في عنا اخصائيين التغذيه موجودين تحت مع الشفيه تبعولهم، يعني مثل ما قلت لك البارت مثلا تبع الكوزين انترناسيونال في الهيلثي كورنر، هيلثي كورنر يعني 25% من الوقت هول الاخصائيين مع الشفيه تبعون عم بيطبخوا عم بيعلموا دراسات هينين وهلسي لنا وفيهم اولادنا ياكلون، يعني مش بس نحن موجودين تحت. وكمان بالفابريتش في عندك زيت الاخصائيين موجودين مع اخصائيين غيرهم عم بيعملوا ديتوكس، عم بيعلموا العالم كيف يحضروا، بتعرف هلا طاضاز ديتوكس درينكس اللي بينعملوا عم بيعملوا هول الدرينكس والجوسز. ما يا نحول ديت التسين تبع البرنامج دائما، يعني عودتنا من اول برنامج كل فتره بتمرق لنا ديتوكس انجريدينتس، يعني قد ايه مهم هالموضوع. انا هون بدي اسال شغله، يعني الاشخاص اللي بدهم ينزلوا فيهم يشتروا اشياء من تحت، يعني مثلا أكيد. شوكولا، يعني انا مثلا مش أكيد. ممكن انزل ما اشتري شوكولا، وكثار من المشاهدين فينا نشتري كله ايه كله موجود كله عم بيبيع تحت. قلت لك حتى بالبيروت كوكينج فيستيفال عم يبيعوا، بالصالون دي شوكولا عم يبيعوا، وكل العالم تطلع شاريه، ما حدا بيطلع منه شاري، وبتشتري اشياء مش معقول تلاقيها بالسوبر ماركت امن بس رح تطلع نصحانين، لانه كمان بدنا في تيستينج على التيستينج بتخيل مشكله، يعني الموضوع ماها عاملين يعني في رسم دخول للمعرض او كيف عاملين السيستم، يعني هلا نحن اللي عبالهم ينزلوا بس ليكونوا عارفين هو عم بيصير ببيال
بلش امبارح بيستمر اليوم وبكره يعني من 6 ل 8 تشرين الثاني ببيال من 11 الصبح ل 8 بالليل. وكيف طريقه الدخول او كيف هو في تيكتس يعني اول شيء نحن موزعين بكل المجلات والجرايد في كوبونات يعني اسقون يفوتوا فيهم صحيح بليبريري انطوان فيو نيشتو دبيه وحتى على المدخل فيو نيشتو دبيه وهي اسعار تشجيعيه يعني كمان يعني لمتناول كل الناس لانه بالنتيجه كمان لحتى المعرض يكون عم ياخذ هالمردود ليقدر يستمر للسنوات المقبله. في بروجكتس ثانيه بلشتوا هيك تشتغلوا عليها وتحضروا للسنه اللي جايه؟ هلا نحن عندنا كثير نحن عم نعمل بننظم معرض اوريكا تبع الاوتيلات والمطاعم بلبنان وبالاردن والكويت والسعوديه بلشنا عم نشتغل عليه. عندنا الجاردن شو كمان بمايو عم نشتغل اللي حكينا عنه كمان بصباح لبنان من فتره وكمان كانوا ضيوف صبايا يلي معنا. على كل حال يعطيكم الف عافيه طالما عم تهتموا بالاكل نحن موجودين لحتى نذوق لانه شكلي طيب. انا نازل بكره مش اليوم رح انزل على الكلوزنج ما رح اقدر انزل اليوم واهم شيء دلينا على سكشن شوكولا دغري ترانزيت رح تشوفها لانه هي عاملين عند كارت كثير سبيسيال سو هن دو معرضين بذات الوقت أكيد. بس مقسومين يعني على كل حال ندعى كل المشاهدين انهم ينزلوا على بيال من 6 امبارح يعني اليوم وبكره من 11 الصبح ل 8 بالليل بيروت كوكينج فيستيفال وسالون دو شوكولا اكيد ما بدكم تروحوا عليكم هالمعرض جيرونا مست. ثانك يو كثير لك مها حصباني تحيه لكل العاملين معك بالتيم يعني ليحضروا هالبروجكت وغيره لكل الاشخاص المشاركين كمان من شفيه من لبنان والعالم. ثانك يو لكم يعطيكم الف عافيه ميرسي بوكو يا هلا. مشاهدينا صباح لبنان بتابع او مثل ما كنا عم نحكي عن موضوع طيب مواضيعنا كمان كثير طيبه ولذيذه على امل تكونوا عم تتسلوا وتنبسطوا وتستفيدوا الاهم من متابعتكم لنا بهالصبحيه نهار الجمعه ختام هالاسبوع بريك صغير ومنتابع كل الفقرات المقرره لليوم فخليكم معنا. مرة جديدة مشاهدينا بصباحكم بالخير لليوم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. طبعا برنامجنا مستمر ومختلف الفقرات اللي محضرينها اليوم رح تتابع شو مخبيت لنا فقرة صحة شو الموضوع الصحي الجديد رح نتعرف عليه سوا رح نتابع بعد ثواني. طبعا بهذه الفقرة مشاهدينا بسرني صديف دكتور بيير أبي حنا أخصائي أمراض جرثومية لنضوي نحن وياه أكثر على فيروس الإيبولا ونعرف أكثر أسبابه وعوارضه ومواضيع ثانية. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج. يعني دكتور بتشير أحدث الإحصائيات أنه عندنا حوالي 10,000 إصابة بمرض او فيروس الايبولا بالعالم و90% من المصابين بيوصلوا لحاله الوفاه يعني نسبه انه نصح من الايبولا هي 10% للاسف. ما كثير عم ينحكى اليوم بهذه الفتره عن الايبولا خاصه مع الاجراءات الاحترازيه اللي اخذتها مؤخرا وزاره الصحه. يا ريت بدك تخبرنا عن فيروس الايبولا تعرفنا عنه اكثر. مزبوط. فيروس الايبولا اول مره بين بال 1976 وكان بسنترال افريكا بوسط افريقيا كان اسمها زائير هي ريبوبليك اوف كونغو هلا وكان بمناطق اكثر شيء مناطق ريفيه وكان مثل ما حضرتك قلت نسبه الوفاه منه 50-80% من الحالات بس كان محدود خاصه بمناطق ريفيه كان يختفي يبلش يضله كم شهر ويختفي اوكي ويرجع يبين بعد سنه او سنتين كان اكثر شيء بوسط افريقيا حوالي 24 وباء صاروا من خلال ايبولا بهالسنين من 76 لهلا. 24 وباء شو المقصود يعني؟ يعني كل سنه سنتين يصير في حالات ايبولا اوكي ينصاب عدد من الاشخاص نعم بعدين يختفي الفيروس ينحد يعني اوكي ل 2014 يعني من اذار 2014 صار هذا الوباء تقريبا 25 اللي هو اكبر وباء بالايبولا هالمره بدون ما يبين بوسط افريقيا بين بغرب افريقيا أوكي. ولاول مره بينتقل من مناطق ريفيه للمناطق الساحليه المدينه وبتاثر على ثلاث عواصم بلدان نعم. بغرب افريقيا يلي هن اكيد كلنا بنعرفهم نعم. غينيا سيراليون وليبيريا نعم. لكن هو فيروس افريقي بطبيعته نعم. اول مره ولد في هذه المنطقه منتشر اليوم بكل العالم نحن ما عرفنا انه وصل لا الفيروس فعليا الفيروس محدود بهالثلاث بلدان بغرب افريقيا نعم.
في حالات بينت بغير بلدين بس كلها نحدد. في حالات صارت بنيجيريا من شخص مريض راح على نيجيريا. بس الحالات نحدد وهلا نيجيريا ما فيها وباء. بالسنغال صار في حاله بس كمان انتقل من بلدين من هالبلدين كمان نحدد. وباسبانيا تقريبا محدود وبامريكا محدوده. هلا في وباء منفصل بريبوبليك اوف كونغو بس بالمناطق الريفيه ما بشكل خطر عالمي. بينما الوباء اللي ماشي بغرب افريقيا مثل ما كلنا صرنا عارفين انه منظمه الصحه العالميه اعلنته انه وباء بشكل خطر على العالم على الصحه العالميه. دكتور شو هي طبيعه الايبولا؟ يعني هو فيروس بيصيب الدم بيصيب الجلد وين اي منطقه بالجسم تحديدا اي منطقه عضويه بجسمنا بيصيبها الايبولا؟ هو فيروس نكمشه بالاحتكاك المباشر مع شخص مصاب او مع حيوان مصاب. احتكاك مباشر يعني الافرازات تبع الشخص ان كانت الدم ان كان الاستفراغ ان كان الخروج بس ما بينتقل بالهواء. هذه شغله منيحه. ما بينتقل بالاكل ما بينتقل بالشرب بينتقل بالاحتكاك المباشر مع شخص مريض او مع حيوان مريض. يعني اذا سلمنا على حدا هذا يعتبر احتكاك مباشر؟ اذا سلمنا على حدا اول شيء الشخص يلي حامل الفيروس ومنه مريض ما بيعدي حامل الفيروس ولكن منه مريض ما عنده عوارض ما بيعدي. واشخاص عوارضه خفيفه كمان بيعدي كتير قليل. الشخص يلي بيعدي هو يلي معه الفيروس بمرحله متقدمه بده تواحد ينعدى بده يجوا الافرازات تبع المريض. يعني الايد تكون عرقانه مثلا بده يكون يجوا عليه ويروحوا يحطهم بالميكوزا تبعه. يعني يحطهم يحط اصبعه بعينه او يحط اصبعه بانفه او يحط اصبعه بالفم تبعه. يعني اذا اجت على الايد وانا ما في عندي جرح بايدي وصلت ايدي ما بينقل وصلت ايدي ما بينقل. دكتور هذا الفيروس اللي بنلقطه مثل ما قلت من خلال الاحتكاك المباشر مع الحيوان او مع حيوان مريض او مع انسان مريض 100% مريض يعني لقط الفيروس وبلشت العوارض تظهر عليه وكل ما يزيدوا العوارض معه كل ما عدد الفيروس يزيد كل ما خطر العدوى انه يزيد. كيف بنعرف انه نحن عندنا ايبولا؟ شو هي الاشارات؟ شو هي اول عوارض للايبولا هي مثل عوارض فيروس عادي. يعني بيحب يعمل حراره عالي، يعمل وجع عضل، معقول يعمل وجع بطن، معقول يصير عنده حالات استفراغ، حالات اسهال. اوكي هذه عوارض طبيعيه للسخونه مزبوط للملاريا للتيفوئيد اللي هن كمان موجودين بهالبلدين بافريقيا. اوقات معقول يعمل طفره وبحالات قليله معقول يبين معه نزيف. نزيف اكثر شيء ببين بالحالات المتقدمه. اوكي هلا نحن كيف بنشك بالحاله شخص اللي معه ايبولا؟ بده يكون عنده هيدول العوارض وبده يكون جاي من بلد من هالثلاث بلدين. من هالثلاث بلدين بس مش من كل افريقيا. من هالثلاث بلدين بهوديك اذا كان جاي من هالثلاث بلدين وعنده احتكاك مع شخص مريض بهالبلد. يعني بهالمناطق بهالثلاث بلدين حتى مش كل المناطق موبوءه، في مناطق بعد ما وصل للفيروس. يعني دكتور بده يكون عنده هذه العوارض اللي ذكرتها بده يكون جاي من احدى الدول اللي ايضا فتره الحضانه على. كمان شغله مهمه، فتره الحضانه للفيروس حوالي 10 ايام بس معقول تروح من يومين ثلاث اسابيع. اوكي يعني بده يكون اذا كان واحد صار له شهرين مثلا بلبنان منه بقى عم نحكي عن الايبولا. عن شو عم نحكي؟ لا انه هي ما فتت الحضانه ثلاث اسابيع يعني كان بين معه الفيروس اذا كان جاي من يعني البلدين. يا بتكون المناعه تبع جسمنا رفضت الفيروس يا بتكون ما قدرت او مش كان شو بيكون وانتقل لنا. طيب دكتور اليوم كيف عم بيتم التشيك؟ شو عم بيصير؟ كيف عم نعرف الناس اللي جايه من برا اذا حامله هذا الفيروس ولا لا؟ يعني مثل ما بتعرف انت هذا فيروس خطير ونحن عندنا جاليه لبنانيه كمان مهمه بهالثلاث بلدين. بس نشكر الله لهلا حسب معلوماتي انا ما في اي لبناني بهالثلاث بلدين اصيب بالفيروس. اوكي بس اكيد لازم ناخذ احتياطات لانه اذا اجى حدا مريض ما بدنا يصير في انتقال بلبنان. كيف فينا ناخذ احتياطات؟ هلا اللي عم بيصير انه اول شيء انا كطبيب يعني انا بعرف انه المستشفيات عم تطلب منها وزاره الصحه تكون متحضره لهالشيء. في يونت بمستشفى رفيق الحريري الجامعي يلي صارت بمساهمه المستشفى ووزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه هي قوه تقريبا منعزله عن بقيه المستشفى لاستقبال هيك حالات. وهي مجهزه انه تقدر تهتم بالمريض تامن له افضل عيني ممكنه لتقدر تساعده انه يشفى. اوكي بنفس الوقت معموله بطريقه انه ما يصير في عدوى داخل المستشفى، انه العامل الصحي لما بيهتم بهالمريض ما يكون في خطر عليه انه ينتقل له الفيروس. هيدي بالنسبه للمستشفيات. بالنسبه للمطار وزاره الصحه حد علمي عم تعمل في غرفه على ما يبدو انه كل الاشخاص القادمين من هالمناطق الموبوءه عم يعبوا مثل استمارة. اذا عندهم عوارض عم ياخذوا لهم حرارتهم وعم يتبعوهم بالاتصال لمده ثلاث اسابيع يتاكدوا اذا
عملوا اي عوارض اللي حكينا عنها اللي هي نعم. حراره او عوارض ثانيه. نعم دكتور، بحال لا سمح الله في حدا لقط فيروس الايبولا وبلش بالعوارض اللي ذكرتها، كيف بتتم المعالجه؟ في علاج اليوم يعني؟ هلا في علاج واضح للايبولا؟ هلا علاج الايبولا مثل ما حكينا انه الايبولا معقول يعمل مراجعه، معقول يعمل اسهال، بيخسر كثير مي المريض. نعم. بيخسر كثير مي من جسمه، ومعقول يعمل نوع من النزيف كمان. فالعلاج الاساسي هو انه نرد له الاشياء الخساره. نعم. نرد له المي، اذا كان بحاجه لدم نعطيه دم، اذا كان بحاجه لبلاكات نعطيه بلاكات. وهذا علاج اساسي. نعم. بحالات الايبولا. مثلا صار في حوالي شيء 7 حالات بامريكا. نعم. بين وافدين وبين. صح. تقريبا 3 اشخاص عديوا بامريكا، بس شخص واحد توفى. نعم. يعني اذا بدك بنسبه الوفاه بامريكا كانت. نعم. 1 من 7. اف كثير اقل من نسبه الوفاه بافريقيا. نعم. لانه تامن لهم عنايه متقدمه. نعم. وهلا في ادويه تستعمل بس كحالات تجريبيه. اوكي بس بعد منا موجوده بكل البلدان. منا موجوده. طب دكتور عم تقول لي انه بحال خسر مي بنرد له مي، بحال خسر دم بنرد له مي، تحديدا الايبولا شو بيضرب؟ اي جهاز؟ يعني بنعرف نحن بعض الجراثيم بتضرب جهاز المناعه، بطل الانسان عنده مناعه، بالتالي بطل جسمه قادر يدافع ولا باي اتجاه ولا ضد اي مرض ولا ضد اي جرثومه. الايبولا شو بتضرب؟ اي جهاز؟ هذا فيروس بينتشر بالدم. نعم. يعني موجود بالدم. اوكي موجود بالافرازات تبع الانسان. نعم. بمراحل متقدمه معقول يضرب الكبد، معقول يضرب الكلية، ويؤدي لنزيف، وهذا يلي بيؤدي. نعم. بيؤدي للوفاة. مثل ما عم يقول دكتور انه نسبة 10% فقط من المصابين، ما بعرف انت فيك تصحح لي انا هذا الشيء اللي طلعنا عليه، هن عم ينجوا من فيروس يعني الإيبولا. مثل ما قلت لك يعني هيدي بتفرق بين بلد وبلد. بين بلد يعني بافريقيا بالوضع الحالي يلي عنده مشاكل. نعم. صحية كثيرة، يلي العالم مش عم تروح المستشفيات، يلي. نعم. المستشفياتهم ما عندها الاشياء اللي بتقدر تقدمها كثير للمريض. نعم. عم بتكون نسبة الوفاة عالية. صحيح. بينما بمستشفى متقدمة الارجح نسبه الوفاه تكون اقل، متدانيه اكثر. دكتور حكينا عن فتره الحضانه اللي بنحضن فيها هذا الفيروس، يا اما بيكون غير موجود يا اما بيكون موجود ببلش ينتشر. في بعض المعلومات بتقول انه اللي بيحضن هذا الفيروس او اللي بيتعايش معه اكثر من 20 يوم بلا ما يكون بلش بعلاجه بتؤدي الى وفاته مباشره، قديش هذا الشيء صحيح؟ لا هذا شيء منه مزبوط، منه صحيح المعلومه. اكيد يعني اذا بلش يعني اذا ما عمل عوارض يعني مش حامل. نعم. الفيروس يعني. نعم. واذا عمل عوارض معقوله انه جسمه يحاربه ويقدر يصح لوحده. نعم. ومعقوله مثل ما حكينا انه في نسبه عاليه معقول يتقدم معه الفيروس يعمل مشاكل. نعم. تؤدي للوفاه. دكتور كيف فينا نروح الى عامل الوقايه من فيروس الايبولا؟ كيف فينا نعمل نوع من حمايه ذاتيه لنفسنا؟ هلا هي الحمايه من الايبولا هي هينه. نعم. وصعبه بنفس الوقت. اذا كان المريض بالمستشفى نحن بنعمل فصل بين العامل الصحي والمريض. نعم. اوكي يعني اذا ما احتك العامل الصحي بافرازات المريض، اذا احتك مستعمل ادوات الحمايه الصحيه فهذا الشيء بيمنع انتقال الفيروس له. نعم. فالشغله هينه بنفس الوقت صعبه لانه قلنا فيروس خطير، فحيلا غلطه بيقوم فيها العامل الصحي اذا ما انه مدرب مزبوط، اذا ما عم يشتغل مزبوط معقول يمشي الفيروس وينتقل له. نعم. فنحن بالمستشفيات عم نركز انه العامل الصحي لما بيلبس ادوات الحمايه الشخصيه يكون. نعم. حدا عم يراقبه وهو عم يلبسهم. نعم. ولما بده يشلحهم خاصه هذا اكثر شيء في خطر. نعم. بيرشدوا كيف لازم يشلحهم قطعه ورا قطعه حتى ما يصير في اي غلط وما يعرض حاله لاي مشكله صحيه. نعم. ونحن اليوم كناس يعني اليوم نحن ما بنعرف اذا هذا شخص مصاب بايبولا او لا، يعني كيف فينا مثل ما قلت انت التواصل المباشر فقط يؤدي الى نقل هذه العدوى. صحيح. بس شخص ما عنده عوارض ما بيعدي، ما بينقل هذه شغله بتطمن. يعني شخص عنده عوارض خفيفه. نعم. خطر الانتقال كثير خفيف. نعم. يعني بده الشخص يكون عنده عوارض متقدمة جدا يعني بالتالي يحكون بالمستشفى وما رح يكون في احتمال ضروري انه نعم مثل هذا فيروس ما بيعيش بالهواء، يعني ما بينتقل بالهواء ابدا، ما بينتقل لنا ابدا بالهواء، فهذا شيء ايجابي وشيء منيح بالنسبه لنا. حدا سلمت عليه ما في افرازات. نعم. على ايده ما في خطر علي. يعني قد ما فينا ما نخاف، ما نروح لحالة الهلع، لأنه هذا الفيروس بينتقل فقط بحالات جدا دقيقة مثل ما ذكرت، يمكن بركي عبر العلاقة الجنسية أو بركي عبر أي تواصل جسدي مباشر مع أفرازات الطرف الآخر. دكتور يعني معقول هذا الفيروس ينتج عنه فيروسات مشابهة؟ بتعرف بعض الفيروسات اللي بتولد بعض الجراثيم الثانية، معقول يصير هذا الشيء؟ هلا منه هو هذا الفيروس بحد ذاته. نعم. مش الظاهر انه يتغير الفيروس او يتحول او يصير شيء جديد او يصير شيء اخطر من هيك، خطره بيقدم مثل ما هو هلا حاليا. هلا في فيروسات شبيهة له
مثل ماربورغ فيروس بافريقيا كمان موجود. نعم. يعني اوكي بس حاليا ما في وباء، مش عم شكل اي وباء حال بلبنان لليوم بعد ما عنا اصابات. لا ما في اي حالات بلبنان، ما في اي حالات، بس وزاره الصحه عم تعمل كل الجهد الممكن حتى اذا كان في حالات بلبنان يقدروا انه يصير في عناية فيها بشكل ما يصير في انتقال للفيروس. عم تطلب من كل المستشفيات وصار في دورات بهالخصوص انه تكون مستعدة بحال بين مريض باحدى باحد هيدي المستشفيات. نعم دكتور، بنعرف قديش الناس اللي بتسافر لدول افريقيا بتاخذ فاكسان قبل ما تروح، دائما بياخذوا نوع من جرعة لحتى يكون عندهم اضافة مناعة او مناعة ضد جراثيم معينة للايبولا، في شيء من هذا النوع؟ لا، لقاح للايبولا عم بيصير في دراسات عليه ورح بيصير في دراسة كثير مهمة حتبلش باوائل السنة الجديدة، واذا كان هذا اللقاح فعال فان شاء الله هيدي بتخفف كثير من خطر هذا الفيروس الفتاك جدا يعني. الفتاك جدا. بنفس الوقت عم تقول لنا انه هذا الفيروس مش خطير، صعب يوصل لنا، وبنفس الوقت بتقول فتاك جدا، يعني كيف فينا نجمع هذا التناقض لما انت عم تحكي بالبدايه انه فتره الاشخاص فتره نسبه الوفاه منه هي من 50 ل 80%. نعم. اوكي، فهو اذا واحد كمشه اكيد بشكل كثير خطر، فمن هيك هو يعتبر من اهم الفيروسات الفتاكه. اوكي. نعم. بس اذا كنا واعيين واستعملنا الوقايه اللازمه ان شاء الله ما بيشكل خطر علينا نحن. نعم، يعني ان شاء الله دائما ما يكون عم بيشكل خطر علينا. دكتور، لهيك نكون عم نوعي الناس اكثر من خلال هذه المقابله، ذكرنا العوارض اللي معقول يصاب فيها مريض الايبولا واللي هي عوارض طبيعيه، يعني معقول اي انسان يكون ساخن، يكون عنده حراره، يكون ما بعرف، يكون مضرور يا اخي، معقول تصيبه هذه العوارض. شخص كيف يعرف انه شخص بده يكون، اول شيء شخص بده يكون جاي من احد هالبلدان الثلاثه. طب بركي مش جاي وانتقلت له العدوى عبر انه سلم على حدا، عبر انه تواصل افرازيا مع حدا عنده هذه العدوى. ما بدنا نقيم، بس هلا فعليا اللي عم بتصير انه بده يكون شخص جاي من احد. نعم. من هالثلاث بلدان يلي هي ليبيريا، غينيا وسيراليون. نعم. بده يكون هونيك عنده احتكاك مع شخص مريض. اوكي. والعوارض اللي هي انه فتره الحضانه قلنا بتروح لثلاث اسابيع. نعم. بس اكثر شيء 10 ايام، والعوارض هن حراره، وجع عضل، استفراغ، اسهال. نعم. معقول يعمل طفرة بالنهار الخامس، وبحال تقدم المرض معه معقول يأثر لنا على الكبد، معقول يأثر على الكلاوي. نعم. معقول تؤدي لحالات نزيف. نعم. وبيكون بحاجة لمصل، بيكون بحاجة لدم. نعم. مثل ما حكيت يعني إذا لم يعالج بشكل جيد. نعم. معقول تؤدي للوفاة بحالة. نعم. 50 ل 90%. العلاج اليوم عم بيكون على حساب وزارة الصحة دكتور للمصابين؟ أكيد أكيد. أه. أكيد وزارة الصحة هي عم تساعد المستشفيات أن تتحضر، وأكيد هي تهتم. نعم. بحال إجينا حالات مشتبه فيها. نعم. أو حالات تأكد إصابتها. دكتور، أنا بشكر كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها طبعا بهذا اللقاء حول فيروس الإيبولا اللي نحن بنتمنى أنه ما يصيب حدا، وبنتمنى دائما أنه كل الناس يكون عندها الوقاية الكافية لحتى ما تصاب لا بفيروس الإيبولا ولا بأي فيروس تاني، ولحتى دايما تكون صحتنا أفضل. وهون ألف تحية لوزارة الصحة اللي عم تقوم بعملها على أكمل وجه، بداية من مطار رفيق الحريري الدولي اللي من خلاله عم تأمن غرفة خاصة لفحص كل الناس اللي واصلين من الدول اللي ذكرتها، أو من خلال تجهيز أيضا مستشفى الحكومي أيضا ببيروت لحتى تستقبل هذه الحالات. ألف تحية لك وألف شكر لك على المعلومات اللي اعطيتنا اياها، على امل تكون حياتنا صحيه افضل وافضل. شكرا لك دكتور بيير ابي حنا، اخصائي امراض جرثوميه، شرفتنا. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك، يعطيك العافيه. شرفتنا. بعدنا متابعين سوا مشاهدينا باطار برنامجنا، بعد هذا الفاصل بنتابع ايضا لقاءات اخرى. أنا جيد مشاهدينا، تحية لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مستمرين بلقاءاتنا لليوم إلى فقرة سوشيال إيفنت بعد لحظات. بسمي مشاهدينا بهذه الفقرة استضيف دكتور جورجيت حداد، رئيسة جمعية مؤسسة التأهيل، لنتعرف أكثر على نشاطاتهم وعلى المؤسسة. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا هلا. كان مفروض تكوني قبل بشوي معنا على الهواء، ولكن بتعرفي المباشر بتصير في آخر وقت. أهلا وسهلا فيك. كلهم عم ينطروني تشوفوني هلا. كلهم ناطرينك. إيه
بلبنان والوطن العربي. جورجات خبريني اكثر عن المؤسسه، مؤسسه التأهيل. اول شيء انا بدي اشكر تلفزيون لبنان، فعلا هيدي المحطه اللي صدمت عقول اللبنانيه بهالتقدم العلمي الحاصل بالتكنولوجيا والانترنت، مع الحفاظ على الفلكلور والتراث اللبناني المميز والنادر. فعلا هيدا بسبب الخبره والعلم والفهم والاراده اللي حضوا فيها القيمين على هذه المحطه يلي نحن بنعتز فيه، ونضع كل امكانياتنا وطاقاتنا كمؤسسه تاهيل بخدمه هذه المحطه. شكراً الكريمه. شكرا لك. خبريني عن المؤسسه، بشو بتهتم؟ جميع مؤسسه تاهيل مثل ما بتعرفوا تعودت على التاهيل السياسي الثقافي البيئي الاجتماعي، دفاع عن حقوق الناس، تاهيل السجون، تكريم المثقفين والشعراء والخبراء، وإقامة النشاطات. وصلنا هلأ للمشروع الأهم بتاريخ المؤسسة، وهو ولأول مرة في تاريخ لبنان والعرب يوضع قيد النقاش العام تقرير شامل مستقل. نعم. يحكي عن البيئة العربية واللبنانية. نعم. عدوا كبار الباحثين من الدول العربية، من أشقائنا في دولة الكويت الحبيبة. نعم. مصر، الأردن، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، من أخصائيين أكاديميين وباحثين من قطاعين العام والخاص وانقطاعات فاعلة، بنفس الوقت تأمين التكامل ومبادرات منع الابتكرار. نعم، رح نحكي أكثر عن هذا المشروع بالتفصيل، ولكن خلينا نرجع لهيك لعملكم على الأرض بالمؤسسة. شحرقتي دكتورة. شحرقتي، شفتك أنا خلص راحت علي. خلينا أكثر عن عمل المؤسسة من وقت تأسست لليوم، مين هن الأفراد اللي عم تهتموا فيهم؟ مين هن الجماعات اللي عم بتوجهوا لهم أو الفئة المستهدفة من خلال عملكم؟ نحن هدفنا هو أول شيء الدفاع عن حقوق الناس، بالنهاية. نعم. تأهيلنا راح يكون للناس، من الناس للناس. نحن وهدفنا لا نبتغي الربح، وهدفنا مساعدة العالم. نعم. وتأهيل الأطفال بالشوارع. نعم. والمسنين. نعم. ووصلنا كمان لتأهيل السجون، عملنا دورات تدريبية بالسجن. نعم. سجن رومية. نعم. وحملات تحريج و... نعم. ونستكمل هذا المشروع، مشوارنا طويل يعني. نعم. بلشين فيه من سنتين ثلاثة. نعم. مع أطفال الشوارع تحديدا كيف عم تشتغلوا؟ أطفال الشوارع عملنا دورات تدريبية بعدة بلديات، خاصة. نعم. مطرح ما في وقت ويكون كتير في أطفال شوارع مثل بطرابلس، عملنا ببعلبك بزحلي. كيف اشتغلتوا معهم؟ على أي أساس؟ كيف نحن كنا عم نحط نحن هون ما عنا أنظمة رصد أكيد بالبلد، والبلديات ما بتساعدنا بهذا المشروع بشكل كما يجب، ولكن كنا قد ما فينا عم نحضر حالنا لنعرف قد في عنا كمية أولاد من خلال البلديات أكيد. أوكي. أحصاءات، أنا عملت أحصاءات. نعم. وحط اعلانات بجرائد تلفزيون وهيك، كان يجي لعنا ويتصلوا فينا، وكنا نعمل دورات تدريبيه قد ما. نعم. على شو دورات تدريبيه؟ تعليم موسيقى، رسم كمبيوتر، مسرح. نعم. نعلمهم تربيه كيف يتعاطوا مع الناس، كيف يتعاطوا مع المجتمعات. نعم. وغيره. دكتور، عم تحكي عن فئه معينه، يعني اطفال الشوارع اللي بيهربوا من جمعيات، اللي بيهربوا من 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 من، هذا الشيء كلنا بنعرفه، كيف قدرتوا تواصلتوا معهم؟ كيف قدرتوا خليتوهم يجوا لعندكم على المركز لحتى قدمتوا لهم هذه الدوره؟ نحن كنا عم نتعاون بنفس الوقت مع قوى الامن الداخلي لحتى. نعم. ما يعطون ما يكون في عنف بالتعامل. نعم. معهم، لأن سهل لهم الطريق، وكان في تعامل معهم كتير إيجابي، وجيناهم بطريقة علم نفس، يعني هيدا شغلتنا. نعم. لنحببهم بدورات، ونحن ما جايين نأذيكم، لا جايين نحبسكم. نعم. نحن جايين نأهلكم. احنا هدفنا بالنهاية هو سلامتكم، ولا. نعم. تتطوروا وتكبروا بطريقة سليمة. نعم. تنفع المجتمع اللبناني مش تضر. بطريقة سليمة. بس كانوا عم بتجاوبوا؟ بتعرف في تجاوب. في تجاوب؟ ايه الحمد لله كان في تجاوب. اكيد بس كنت انا موجودة في تجاوب. هلا ما عندنا شك بقدراتكم وبالمؤسسة، ولكن فئة اطفال الشوارع دكتور هي الفئة الاولاد اللي ايضا في حدا بيشغلهم، الاولاد اللي في حدا وراهم، الاولاد اللي في حدا بيستفيد من خلالهم، بهذه السهولة قدرتوا تواصلتوا معهم؟ بهذه السهولة لا، كان في عنا كان في عوائق كثيرة كان عم نتعرض لها بهيدي المجالات. اول شيء من الاهل، هون مش اوقات كثير بيكون اهلهم بعتينهم، اوقات بيكونوا رايحين. نعم. من هربين من المدارس، نسبة كبيرة كانت تهرب مدارس وتلتجي. نعم. لناس بنسميهم مشغلية اطفال الشوارع، مشغلية. نعم. عصابات السوق اذا بدنا نسميهم. نعم. هن اللي بيتاجروا فيه هون، ببيعون العلكي او البارفان. نعم. لحتى ينجوا مصاري منهم. نعم. وهديك بيكونوا مش عارفين شو عم بيصير. أه. بيلتهوا يمكن بالعنف، تعودوا على العنف السلبي، عنف الجسدي. نعم. على الاغتصاب، اوقات كنا نتعرض لصبايا، وفي بنات بتسع سنين كان في عندهم اغتصاب. تعرضوا شباب صبيان حتى. نعم. كنا عم نعاني من في عندهم فورا بيعصبوا، فورا بيضحكوا بدون سبب، في عندهم حاله نفسيه يعني قراب انه يكونوا اضطرابات نفسيه، اضطرابات نفسيه معينه. نعم. دكتوره، اهلتوهم خضعوا لدورات تدريبيه بعالم الموسيقى، بالكمبيوتر، باكثر
اكثر باكثر مجال. بعد تواصلنا مع مدارس هون لحتى تواصلنا مع مدارس لتبنيهم مدارس رسميه اكيد، وتعاملنا مع وزاره التربيه لتكفي معهم تعليمهم، نستكمل لنشجعهم لنحفز المؤسسات التربويه لتستقبلهم اكثر. كان في عندنا نجاح ببعض المحطات واخفقنا ببعض المحطات. دائما دكتوره بدي لك شيء، انه شوي اللي عم تقولي لنا اياه في هيك كثير من المثاليه، انه جبنا اطفال الشوارع من الشارع علمناهم، عملنا لهم دوره وديناهم على المدارس رجعوا تعلموا، انه بهذه السهولة فعلا الموضوع بصير. اليوم دولة قائمة بحد ذاتها عندها اجهزة الامنية، عندها كل هذه التفاصيل، مش قادرة توصل، لانه للأسف يعني مش قادرة توصل لتخلصنا من آفة اطفال الشوارع. كيف عملتوا على الشيء؟ قبلوا اهليهم انه رجعوا على المدرسة؟ قبلش الاصابات اللي اصلا مش كلهم اهليهم معهم؟ نعم. مين معهم؟ في اهاليهم اكيد، في منهم بيقبلوا في منهم لا، وفي اهالي تمنوا انه تاخذ لهم اولادهم تعلمهم وتسقفهم تكبرهم انت، بيتمنوا تشيلهم عنهم، لانه هن في مشاكل عائليه، في خلافات بقلب العائله الوحده، في خلافات بتبقى يعني او الرجل غايب عن البيت او الامراه غايبه، وفي عده اسباب كانت عم بتخلي يقبلوا. وفي بعض الاولاد ما عندهم اهل ابدا، يعني عايشين مع انا مع عصابات. لا كان في صعوبات عم نواجهها، بس قدرنا نحصل على عدد معين، يعني نعملهم جروب ونكفي، وبعدنا عم نتعاون معهم. كمين معهم طريقنا يعني عم تكملوا معهم، عم تستمروا، عم تتعاون اكثر لتعرفوا على قد طاقتنا نحن قد ما بنقدر نستوعب. نعم. خلينا ننتقل لشق ثاني من عملكم اللي هو السجون اللبنانيه، اللي وضع كبير 100% واللي وضع مزري جدا ببعض المحلات، وبنعرف قديش هي غير مؤهلة لاستقبال السجناء. ما فيني عمم لأنه في بعض السجون اللي حالتها جيدة. خبرنا كيف هو وضع السجون اليوم بلبنان من خلال خبرتكم. وضع السجون مثل وضع لبنان، يعني مثل وضع الانتخابات نفسه، عم بيمددوا السجون. مددت درجات ما لا، نحن مضطرين نبارك له، انا كنت مرشحه انتخابات نيابيه لساتني مرشحه بعتبر حالي، بس انه مضطرين نبارك له انه هيك، وهيك وضع السجون بلبنان. نجي لعند السجين، في مشكله كبيره من السجين، منه مؤهل، جاي من مجتمعات مختلفه، فات على بيئه ما حضنته ما اهلته. في تقصير من قوى الامن الداخلي كثير كبير، ونحن عانينا بهذا الشيء. نحن اجينا من دوله الكويت تبرعات لسجن رومي، بحكيها على الاعلام ماني مسحيه فيها، ب 4 مليارات ليره كانوا حياتونا اياهم. طلعنا على السجن، رئيس السجن قال ما بدنا شيء. قال درك يعني تويهي وقتها، قال انه معقوله كيف حدا بيرفض هديه تتقدم له؟ هيدي مشكله شافها القنصل والسفير وقتها، فاعتبروا انه في شيء غلط عم بيصير. هيدي اثرت على تقليل السجن. في حيثيات لكل هبه، لكل موضوع، بتعرفي مش كل شيء في يجينا فينا ناخذه. ما بعرف كثير عن الموضوع عم تقولي، ولكن يعني ما بدنا نكون عم نظلم حدا من الناس اللي رفضوا. نحن ما عم نقول هيك، بس رفضوا يساعدونا وقتها، لانه لقوا السجون فيها تمرد بالسجن، بقلب السجن. نعم. هلا احنا بالرغم من هذا الشيء، الانسان بالرغم من هذا الشيء، نحن بهمنا الانسان هون. نعم. دفاع حقوق الناس اكتملنا، مع انه العميد السعادي من وجهه تحيه كثير منيح وعم نشتغل معه بطريقه ايجابيه. نعم. ومكفين الطريق معه. نحن بهمنا الانسان كيف ناهله. اول شيء هلا نحن في جامعه بكره بنلعب عنا، بعدين الله راد حتتبرع لنا بقاعد كمبيوتر، وحيكون في اساتذه يطلعوا من الجامعه يعلموا فوق، ان كان بالإدوكيشن، ان كان بالانجلش، ان كان بالكمبيوتر، بالموسيقى، بالمسرح، الرسم. نعم. هيدي كتير بتساعدهم لينسوا الحالة اللي هن فيها. نعم. ليبتعدوا عن المشاكل وهي المخدرات، أكيد مع استكمال التأهيل النفسي والتأهيل الطبي، يعني بنفس الوقت بنكون. نعم. عم هيدي عم تحكي عن فئة محددة من السجناء، صحيح؟ يعني سجناء المخدرات، مظبوط؟ كلهم، نحن ما عم نخصص، يعني حتوجهوا للكل، التعليم ليكون للكل. حتى فتنا نحن وقتها لعند فتح الإسلام، هلا إن شاء الله إنه يصير في مقايض. نعم. ما بعرف يعني ضد الفكرة كنت لحتى لي، ولك صرنا بحالة إنه. نعم. لازم نقبل فيها هلا مشان أهالي، محيي أهالي. نعم. الجنود اللبنانية، لأنه كتير عم بحالة يرثى لها. فهلا. نعم. نحن هون عم نركز على فتنا بالموسيقى، حتى فتح الإسلام قبلوا الموسيقى، بس ما قبلوا الموسيقى الوترية، يعني قبلوا، أنا اختصاصي هذا الميوزيك ثيرابي، علاج نفسي الموسيقى، بس الموسيقى الإيقاعية بيقبلوها، وبيقبلوها حتى بالموشحات الرمضانية، ما عندنا مشكلة معهم. نعم. يعني احنا بنيجي هون حسب تفكير الشخص، يعني علاجات حسب ما يتقبل الشخص. نعم. هيدا العلاج، هيدا كتير بيساعدهم. نعم. انه ينسوا مثل ما قلت لك المشكلة اللي عايشين فيها، واهم شيء انه تتابع بعدين شهادات
لهم يكون عندهم شهاده حتى يؤهل السجين لحتى ينهل على المجتمع يكون عنده سلاح بين ايديه وحتى نتابعه بعد ما يطلع من السجن. نعم. معه مع اهله مع بيته. نعم. دكتوره الوضع الانساني برجع بشدد عليك خليني احكي عن الوضع الانساني بالسجون قبل ما اوصل لمرحله العلاج اللي عم تتطرقوا لها عم تحكوا اكثر عن عم تحكينا اكثر عن العلاج كيف هو الوضع اليوم بالسجون يعني بلبنان في خليني اقول الشروط الصحية العالمية المتفق عليها بالسجون بعدها موجودة متوفرة بالسجون لا في شروط مراقبة ولا في شروط صحية والمخدرات بتفوت بدون إذن نعم وليه بتفوت وكيف بتفوت شو الأسباب ما قدرنا نعرف بدنا نعرف نحن كمجتمع مدني بنرفض هذا الشيء اللي عم يحصل بالسجن نحن حكيناها عدة مرات مش أول مرة انه وين الكاميرات اللي بتراقب كيف فادت هالمخدرات وفي بتبقى مع احترامنا لقياده الدرك ولا الحكيمه ولا ما عم نتهم حدا اسمحي دكتور انا بسالك عن الوضع الانساني ترجعي تاخذيني لشق ثاني يعني معلقين ببعضهم لا بس يعني هذه المواضيع الجدليه الموجوده بالمجتمع من المخدرات بالسجون و الى اخره بدي اعرف عن الشيء الانساني للسجين اللي جزء من السجناء هن بحاله ظلم بيعانوا من الظلم يعني شئنا ام ابينا في مجموعه من السجناء بيلحقهم الظلم لا سبب او لا تاني اليوم عم بيعيشوا مأمنهم الماء مأمنهم الاكل الواجب المنام الصحيه اللي عندهم حالات مرضيه منهم عم بيناموا بطريقه صحيه عم بياخذوا العلاج اكيد لا عم يتاهلوا بدي اعرف هذا الوضع اكيد لا اذا بقلب الغرفه الوحده فيها 10 مساجين على بيناموا على 3 تخوتي مثلا نعم كيف بده يكون وضع صحي اذا انت مقرب ونايمت حدا حدك مقرب حقيقي هيدي وحده نظافه ما في نظافه بالسجون عم نحكي بشكل نعم. عام عن كل السجون اللبنانيه عم بحكي السجن الرومي انا هذا بهمني عم نحكي عن سجن رومي سجن يمكن سجن السيدات اضبط لانه في ستات نعم. ضل نطفعها بس سجن رومي بالذات وهذا اللي بهمنا لانه هو المركزي نعم. نظافه معدومه شبه معدومه خلينا نقول ما تكون ظالمين بعض الاحيان الاكل يمكن بيقدموا لهم وجبات بس ما لنا كافي صحتهم يمكن وزير وائل دائما كان يهتم نعم. كان بالشؤون الاجتماعيه وكان هلا صحيح. وزير الصحه كثير بيهتم وبيقدم خدمات فوق بس انه ما لنا كافي كمتابعه الامراض المزمنه متابعه نعم. الحالات الوجع اللي عم يشعوه ما حدا عم بيكون حدهم لقد ما في جمعيات كثير بتجي بتساعدهم نعم. بس بعد لحد هلا ما فينا نقول انه وصلنا مرحله اشتغلنا كمؤسسه تاهيل بمشروعنا وبالمسؤوليه اللي اعطوني اياها انا بالبلد انا اعطوني اياها مسؤوليه من القاضي ميرزا يعني ووزير الداخليه واللي وقفي في وقت هيدي المسؤوليه بعد انا ما بعطي عليه اعلامي لحالي جيده باعتبار قديش اشتغلت يعني اشتغلنا وعم نشتغل بس بعد ما وصلنا لطريق انه نقول برافو تحيه شابو بالا اللي عملتوه بعد في وقت في عنا طريق طويلة وجهد لهيدا المشروع نعم يعني دايما على امل انه تتحسن اكثر اوضاع السجون اللبنانيه اللي يعني فعلا هذا السجين على الرغم من انه غلط وعم بيدفع يمكن عقوبه معينه لابد انه يدفعها ولكن بحق له يكون عم بيعيش بظروف افضل يعني ظروف تعلمه يكون افضل اكثر واكثر ايضا بتهتموا بالبيئه صحيح بالبيئة. شو مشاريعكم بالبيئه؟ البيئه عندنا المشروع نحن بنعمل حملات تحريج على مستوى الوطن وعملنا نعم. حملات تحريج تكريم الجيش اللبناني نعم شهداء الجيش اللبناني نهر البارد كرمنا المقاومه كرمنا عملنا حملات على مستوى نعم. الوطن ككل وزرعنا وهلا في عندنا زرع 10000 وعلى مساحه لبنان نعم. 10452 شجره رح نعملهم بارز نعم ورح نمنح وين رح تزرعوا وين رح تشجعوا الارجح هي تكون بتلي عالي عم فكر بجبل الشيخ عم فكر بجبل الشيخ لانه مره شيء وانا مره شيء رح نزرع الارزات هنيك وتطلع هيك نعملها بشكل نعم. تشبه شكل رشية نعم عم تهتموا بدون شك عم تهتموا هلا بحاله البيئه اللبنانيه ومثل ما ذكرتي في نوع من وضع تقرير حول البيئه اللبنانيه والعربيه ايضا خبرينا عن هذا المشروع اكثر واكثر نحن وصلنا لمحطه تاريخيه باصداراتنا ومثل ما تعودت جمعيه مؤسسه التاهيل تكون سباقه بالبحوث والانماء نعم فهيدا التقرير لاول مره بتاريخ لبنان والعرب تقرير شامل مستقل باحث بيحكي عن البيئة العربية واللبنانية نعم. يعني شغلة كتير منيحة هيدا يضع قياس لحالة البيئة في الدول العربية ويعرض يعرض المعلومات على أساس نعم. علمي يرتكز على أهم القضايا والتحديات يلي وتغيير السياسات والتطويرات نعم. والمساهمة في إنجازات التطويرات نعم. المعلومات يعني بتكون مركز البحوث العالمية شو هي الشروط شو هي الخصائص نكمل من مركز البحوث العالمية وجبنا الأرقام المقصات كان مركز الأنظمة والرصد الدولي نعم. جمعنا المعلومات والبيانات أكيد في اللي كانوا مختصين على الأرض كانوا نعم. عم بيسافروا لحتى يجيبوا هيدا المعلومات
من ما اول شيء جبنا المعلومات من مراكز دوليه معتمده موثوقه تم مقارنتها مع خبراء عرب ومراكز بحوث عربيه، فكان في تناقض بالمعلومات. العائق الرئيسي اللي كنا عم نتعرض له بهيدي الحمله اللي هي اكثر من سنه قلنا فيها هي ندره المعلومات بعض الدول العربيه واذا بدك انعدامها بالكامل بسبب اهمال السلطات الحاكمه والاحزاب الحاكمه وعدم اهتمامهم بالبيئه لما البيئه بتنعكس على الحياه البشريه ككل. فنحن لتفادي هيدي المشكله تم تعيين مؤلفي الفصول من خبراء ذوي خبره فعليه عمليه وتم جمع المعلومات واستطلاعات حقليه على الارض. لا وضل في بعض الفتوات. بدنا يعطيكم الف عافيه دكتور، وان شاء الله دائما بتدلوا بهيدي الهمه وتعطوا الافضل للمجتمع اللبناني اللي بيعول كثير على جمعياته وعلى المجتمع المدني. شكرا لوجودك معنا اليوم رئيس مؤسسه التاهيل دكتور جورجيت حدد، شرفتينا. اهلا وسهلا فيك. بس انا اذا تسمح لي بس ركز على التاهيل شو البنود تبعه بدك نتناوله بمقابله ثانيه بنكون عم نضوي اكثر. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. لحتى سوا مشاهدينا تقرير بضوي اكثر على حالات من الصم والبكم. طبعا هذا تقرير من مدرسه الضرير، نتابعه سوا. برنامج ألفا من أجل الحياة هو برنامج مسؤولية اجتماعية بيهتم بكل الجمعيات اللي بتعنى بشؤون الأطفال اللي عندهم مشاكل بالتواصل. مكفوفين وعندهم مشاكل النظر هن جزء أساسي من هالشريحة هيدي اللي عندها مشاكل بالتواصل عبر النظر. لكن طبعا بديهي جدا إن احنا نهتم فيهم ونساعدهم ونوقف حدهم عبر برنامج المسؤولية الاجتماعية. اللي عم نشوفه اليوم هو المعرض الثاني خلال ثلاث سنوات مع نفس المدرسة وعم يفرجونا قديش هن قادرين من غير ما يكونوا شايفين شو عم يصير حواليهم عبر احاسيسهم الداخليه وقلبهم وصلوا لنا قديش عندهم قدرات وامكانيات يقدروا يبرزوها عبر المحطات اللي عم نشوفها اليوم. هذا الشيء طبعا بكبر القلب، بخلينا كمان نحن كألفة وكناس فاعلين بالمجتمع نعطي اكثر ونساهم اكثر مع جمعيات هيدي لحتى يقدروا يوقفوا على رجليهم ويساعدوا كل الشباب والصبايا اللي عندهم مشاكل بمجال التواصل. موجودين بقصر سنوبر نحن اكيد بضيافه السفير الفرنسي اللي هو للسنه الثانيه عم يستقبلنا، واكيد بالتعاون مع الفا اللي هي حضرت وساعدت طلابنا وساعدت المؤسسه انه تكتشف مواهب طلابنا من ناحيه النحت. اليوم المعرض هو معرض اعمال طلابنا اللي قاموا فيها خلال العام الدراسي السابق باشراف الاستاذ نعيم دومت هو استاذ النحت. وهلا انتم كل هالمنحوتات هي يعني هي نتيجه عمل اربع طلاب اللي هن محمد حمود، سليم سليمان، سعاد يوسف، وناهدة حجازي. يعني انا بحب اضوي على اسمائهم لانه نحن كثير متامل انه هن مستقبلهم رح يكون كثير باهر بهالمجال. الحرف احنا بيشتغلوا القش والخيزران والصوف، وهيدا بالنسبة للمكفوفين. عنا كمان قسم للصم، الصم بيشتغلوا بالشمع، وهلأ السنة صار عنا فارم للبزاء. هذا مشروع اكيد بالتنسيق مع السفارة القبرصية، فهذا كمان هذا المشروع هو مشروع تدريب مهني للطلاب الصم بالتحديد. على
عن جيل مشاهدينا نحن وياكم رح نتابع بإطار برنامجنا لليوم. طبعا مواضيع تانية بانتظاركم. زميلي الشادي رح نرجع لكم بعد هذا الفاصل وبرفقة تخصائية التغذية مايا نحول ليعطوكم معلومات جديدة. أنا بهذا الوقت بدي ودعكم ورجع أعطيكم موعد يوم الاثنين بقية البرنامج بتابعوه مع زميلي الشادي. إلى اللقاء. عودة لمتابعة صباح لبنان. صباح الخير لكل الأشخاص يلي هلا انضموا لصباح لبنان. كل فقرات بتتابع وهلا فقرة نيوتريشن مثل ما وعدناكم مع مايا نحول. هلو مايا. هاي. صباح كثير منيحة. شو الأخبار؟ اشتقت لك. أنا كمان. بعد ما شفتك. لنا فترة ما طلعنا سوا سوا على الهواء. ما لازم. ما مش مسموح. أنا زعلان. شو رح نعمل بهالمناسبة السعيدة؟ بهالمناسبة رح نحتفل رح نعمل حلو. بدنا نعمل كوكيز. كل العالم ممكن بتحب الكوكيز مع القهوة مع الشاي. نعم. نحن رح نعمل اليوم كوكيز ما فيهم زبدة ما فيهم زيت كتير لايت ما فيهم جلوتين. كل واحدة فيها بس 25 كالوري. عادة الكوكيز الصغيرة بيكون فيها مينيموم 50 كالوري. نحن عملناها النص اليوم. واو. ومين في يستفيد منهم؟ يعني انا عرفت انه هن يعني صحيين لبعض الاشخاص اللي عندهم حالات معينة. صح. ما كنا عم نحكي تحت الهواء. لا اذا حدا معه مشاكل بمعدته ما فيه ياخذ جلوتين فيه يستفيد منه لانه نحن عملناهم بطحين الغز. يعني غايس فلاور. كمان ما فيهم حليب. نعم. الحليب اللي عم نستعمله هو حليب اللوز. فهون شو بصير نحن بنكون استغنينا اذا حدا عنده مشاكل بمعدته. دائما نحن حليب لوز واشياء غريبه ما استعملنا حليب الغز. عم نستعمل طحين الغز. حليب اللوز. ليش؟ نعم. حليب اللوز لانه اول شيء واتب الكالوريز فيه الفاتس اللي نحن كتير منعوزهم اللي هن كتير منيح. الدهون الغير مشبعة اللي هي منيحة لصحة القلب مثل ما بغي حكينا لصحة الدماغ تبعنا. وما فيهم المواد واللاكتوز اللي هو موجود بالحليب العادي اللي معقول يعمل نفخة إذا حدا عنده مثل ما بيتحمله. أوكي. شو الانجريدينتس يلي رح نستعملهم مايا؟ أوكي. الانجريدينتس مثل ما قلنا طحين الغز. أوكي. بدنا كباية. 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 في عنا هون ربع كباية سكر الستيفيا يلي هو ما فيه كالوريز. في عنا ملعقة واحدة كبيرة بينات باتر هيدا فيها نستغنى عنها يلي ما بحب. نعم. بدنا رشة ملح. في عنا نص كباية هدول تشوكلت شيبس أو عاد الشوكولا نحنا منقصقصهم بس بده يكون دارك تشوكلت منه محلى يعني بلا سكر. عم نشوف هون الفانيلا. فانيلا اكستراكت اللي عم نشوفها. صح. في شيء هون قرفة او انا مغلط؟ قرفة مزبوط. ملعقتين قرفة وانا زادت لهم ملعقة صغيرة بيكنج باودر. اوكي. مخلوط معهم بيكنج باودر. صح خلطته معهم. واو. سو المكونات كتير قليلين. اوكي. وكتير هين التحضير. اكيد في عنا الحليب اللي مثل ما قلنا عنه بس احب البغات فرح. يلا شو بدك ساعدك او الهينة اليوم الطبخة؟ زين هلا بس اكيد بدها تحط ايدك يعني ما بتصير. طيب هول الكوكيز اللي بحطوهم هلا بلشنا فوت بمود كريسمس كمان بحطوهم بالكريسمس. صح. التشمني في فيهم ينعملوا هيك فيهم كثير اكيد ينعملوا وبما انه مود كريسمس كمان في جنجر بريد الكوكيز اللي على جنجر وفيهم اكثر. يلا بكره شوي شوي لقدام نبلش نعمل الفاست. هذا اول ست. هيدا لابير نويل اللي خدها مع حليب. مع اكزاكتلي حليب اللوز. حط لنا هدايا حلوين عظيم. صح. اول شيء نعمله هو انه نخلط المكونات الناشفه. يعني شو بدنا نخلط اول شيء؟ لكن مثل ما قلنا كبيت الطحين الغز. نعم. اذا بدكم فيكم تستعملوا طحين العاده مثل ما بدكم يعني هون حيلا نوع طحين طحين البطاطا او طحين الغز او طحين الكوكونات فيكم تستعملوا مش. نعم. مشكل. عم نحط هون ربع كبيت السكر الستيفيا كرمال الكالوريز هون نحن حطيناه. نعم. رشه ملح القرفة. مثل ما قلنا ملعقتين صغار قرفة. ونص ملعقة صغيرة فانيل. نعم. نخلطهم ونرجع منزيد عليهم الحليب مع البينات باتر بس حتى هيك ياخدوا بعض كتير هينة يعني حتى اذا مثلا يمكن اولادنا طلع عبالهم شي حلو وعنا المكونات فينا نعملهم لانه بدهم بس 5 دقائق تحضير وعشر دقائق بالفرن. ثانك يو شادي. يعني الانجريدينتس كثير هينين وممكن يكونوا موجودين يعني قراب علينا اذا مش بالبيت بالسوبر ماركت حدنا يعني مش ما في شيء تعجيزه يعني. مزبوط. فاذا خلينا نذكر شو صرنا حاطين انجريدينتس لك الاشخاص اللي هلا بلشوا يتابعونا عم نعمل كوكيز. كوكيز شو بدنا نسميهم؟
لايت كوكيز 25 كالوري كوكي. اوكي. يعني فيها 25 كالوري كل حبة. مايس كوكي. مايس كوكيز. عظيم. يلا. اوكي. لكن حطينا كبية طحين. نحن استعملنا طحين الغاز. حطينا كبية الحليب اللوز استعملناه. ملعقة بينات باتر كبيرة. Alright. حطينا غشة ملح. حطينا ربع كباية سكر لستيفيا وعم نخلطهم سوا. وأكيد ملعقتين القرفة مع نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر وهيك رشة أو إذا بدك شوية أرجع المكونات شوية هيك لأشوفه أكيد أدي مايا لازم يكونوا يعني لازجين. سميك أو هيك بدلوا هيك إيه؟ يعني ليك هيك أوكي مش أكتر نعم بعدين بيقصوا إذا حبينا إنه بدنا نقسيهم شوي أكتر فينا نزيد ملعقة واحدة طحين أو نقلل ملعقة حليب كيف أفضل يكونوا؟ هيك بيكونوا بيرفكت يعني شو بقى بدنا نضيف؟ بالآخر بنزيد الشوكليت شيبس هيدا نص كباية طبعا شوكليت شيبس هن فول فات يعني منن لو فات مزبوط؟ منن لو فات هدول بيجوا عادي بس ما فيهم سكر من زيت دارك شوكليت يعني هدول فيهم 80% شوكولا أنا جبتهم آه بيرفكت 80% كاكاو أوكي اهم شيء عظيم وهلا كمان في كثير لك صاروا هلا في كثير دراسات جدا عن الشوكولا عم بتبين قديش عنده عن جد منافع للذاكره للقلب للسكري حتى للضغط الفاني الفاني ما حطيناها او بنضيفها حطيتها بس حطيت شوي منها اه اوكي مكتب. يعني هي هيدي هي مش اكثر اورايت داكور ورشه الملح حطيناها اوكي وخلصت عنا هيك طيب كيف بدنا نعملهم هيك راس أوكي. يطلعوا صغار ميا يلا رح نجيب الصينيه من ورا انا حطيتها حضرتها فوالا هي الصينيه حطيت انا عليها مثل بابيي بيرغ حتى ما يلزق وبايدنا هون فينا نستعين يمكن بالولاد عنا بيلعبوا بينبسطوا يعني انا في ساعدك اكيد ما قصدي انه اولاد عظيم ها وهيدا حطينا الجلوف اوكي اذا بدك تلبس اثنين وانا بستعمل ملعقه يا عظيم فينا بايدنا فينا اذا عنا هيدا الشيب تبع بتعطينا شيب للكوكيز مثلا انا عندي هون قلب فينا اشكال معينه يعني اذا للولاد او هيك بينبسطوا هيدي الكميه عنا اياها بتعملنا 20 حبه اوكي فينا يا اما بايدنا مثل ما هلا رح تعمل فينا بس هيك دغري بننزلها اه بس بدنا ننزل يعني مثل بس بول. مش اكثر وهيدي حجمها بكون هيك مثل ما عم نشوف هون بعمل وحده بالايد ايه بالايد كيف هي لانه بلزقوا منهم كثير صح في سادك انا ايه خلص هيك وبالاخر هيك بس صح 100% ها هي ها خلص هي هيك ها هي بنكملهم بالصينيه قد ايه بدهم وقت بالفرن على حراره 180 درجه بدهم من 10 ل 12 دقيقه مش اكثر بنطفي الفرن وبنخليهم تيسقعوا نعم وبناكلهم او سخنين اذا بتحب بيرفكت لحظه بناكلهم هالبارتي لازم نجربها اكيد اجباري على الهواء بندوقهم بندوقهم بتعرفي ريحة البينات بطر ظاهرة كثير فيهم ايه طيبين مع كافي او شاي او هيك كثير طيبين بس لحظة ليش يعني مش عدل ايه على كل حال فاذا مايس كوكيز ثانك يو فيري هيلثي فيري قد قلنا 25 كالوريز بير سيرفينج يعني بالحبه الوحده بكل وحده منها فيها 25 كالوري لحديت كم حبه فينا ناكل مع مثلا اذا عم نشرب قهوه اذا سناك فينا ناخذ 5 حبات which is كثير منيح انه 5 حبات راح يشبعونا راح يعطونا بروتين الكافي بهيدا السناك عم نحكي عنه لانه فيهم حليب ما فيهم فات كثير بس عنا فات هون شويه من الشوكولا ومن البينات باتر ما فيه شيء معقول يعملنا نفخه لانه عم نستعمل الطحين مثل ما قلنا تبع الغاز وحليب اللوز عم ناخد بروتين والجود فات من الشوكولا مش بس الفات اللي منه منيح بالعكس حتى البينات باتر فيه الفات اللي كتير منيح اللي هن مونو عن ساتوريتد فات يعني دهون غير مشبع مثل ما دايما بنحكي عنهم كيف بنحكي عن زيت الزيتون كيف بنحكي عن الافوكا زيت الشيء موجود بالشوكولا الاسود وموجود بالبينات باتر
ما هي اذا بدنا نعمل تويست يعني هيك نزيد عليها شيء شو ممكن فينا نزيد. انا رح كمل حتى هيك نقدر نعمل كل اكيد شو معقول نحط غير تويست يعني يا اما بنشيل الشوكولا بنحط بدله زبيب او كرامبري كمان كثير الزبيب والكرامبري منيح لل خاصه الكرامبري جوس او المجفف للمجاري عنا البولية يعني اذا حدا عنده التهابات اوكي نعم كثير بيقوي من الالتهابات. وفينا نحط مثلا منزيد على الخلطة جوز مكسر كمان معقول فينا نغير لها شوي طعمتها منزيد لها مثل جوز الطيب بتطفي شوي اكتر مع الجنجر وهيك طعمة يعني فيها حدة شوي. واو اوكي الكالوريز دايما عم نحكي هن زيتون بتضلها 25 كالوري لانه وقتها بدنا نشيل شوكولا نحط بداله زبيب او وقتها بدنا نحط جوز بنكون عم ناخد بعدنا زيت الكمية يعني كتوتال عم نحكي نعم. وكتير هينا مثل ما عم تشوف انه تحضيرها ما هي للأشخاص اللي قليلين المروة فيهم يعملون مثلا كوكيز مد مد ويقطعون عم تصدق؟ اكيد عم تصدق هيدا فينا فيها هي زيتها هلأ بنمدها كلها لأنه هي ما بترفخ يعني بتضلها رفيعة سو بنمدها وبتحسها بعدها تشوي شوي من جوا اللي بصير انا بنمدها وبس تخلص من قصة هذا إلا بده وقت بالفرن تقريبا على حرارة 180 درجة بين 10 ل 12 دقيقة ماكسيموم بتحسوها انتو انه خلص تغير لونها فيكن بنص الوقت تبرموها حتى من تاني ميلة كمان تحمر وفيكن تخلوها بتطلع مثل ما شفناها هون وهيك حطيناهم هيك حطها بالفرن اكيد يلا هيك هيك بتخلص على السريع بتخلص على الوقت وها 180 درجة ما هي بدي اسألك شغلة يمكن ما لها علاقة بالكوكيز اكيد بس بقول الواحد على غيار الطقس وخاصة هلا قادمين على شتوية مزبوط الناس بتصير تطلب اكل اكثر يعني مزبوطة هالمعتقد هالفكرة هلا هي اللي بصير انه مزبوطة اذا بدك ومش مزبوطة اللي بصير انه نحن على السقعة جسمنا بصير يحرق اكثر كالوريز يعني الميتابوليزم تبعنا بصير يشتغل اكثر حتى نحن نصفي نطفى اكثر يعني وقت الواحد يرجف او وقت نصير نحن نعمل هيك هدول كلهم اللي بصير انه جسمنا بيعطينا السينيال تنعملهم كرمال نولد حراره وندفي حالنا وحده منهم الطرق هي الاكل مشان هيك نحن بنجوع شوي زياده لانه وقت ناكل عم ناخذ انرجي من الاكل شو انواع الاكل اللي اكثر شيء بتعطينا هيك انرجي وحراره للشتويه بنفس الوقت كل شيء فيه حار اكثر شيء يعني اذا بدك كل شيء فيه فات فات صح بس الفات هون عم بصير بده وقت ينهضم بيعطينا انرجي بس راح يتخزن شوي اكثر يعني فينا ناخذ بروتين البروتين اسرع شيء بينهضم كمان بيولد طاقه اكثر شيء فهيدي فينا نعملها الحار اذا بدنا نزيد مثلا مثل كايان بابر نزيد شوية مثلا هات سوس على الاكل تبعنا منيح وكثير منيح حتى الحار للدم يعني بنقي الدم بنشط الدوره الدمويه بالشرايين تبعنا وبعد كمان استفسار ثاني عن فصل الشتاء لان كله بس الشتويه يكون قاعد مكنكن بالبيت بقول من عشيه مثلا تقطفى بدي اعمل كبايه شاي او فنجان شاي كاسه شاي واشربها هون ما يقدم هم يعني انه يتاخذ الشاي او هالسائل اخر شيء من بعد الاكل او قبل يعني باي فاز لازم ياكل لكمان يحرق لانك ذكرت هالشغله هي كثير منيحه بعد الاكل بس كمان كثير منيحه اذا فينا ناخذ على الغيق كبايه مش ضروري الشاي بس مي سخنه تكون او فاتره مع عصره حامض اللي بصير انه الحامض بيعملنا مثل ديتوكس للجسم تبعنا لكل النظام يعني عنا بالجسم بينضف جسمنا والمي السخنه بترجع بتحضر معدتنا للاكل وزيت الشاي بعد الاكل وقتها نحن ناخذ شاي اخر شيء حيلا نوع شاي عم بحكي من دون سكر كمان السخونه تبعه بتنظف الجسم من الدهون يعني بتجرب بتخفف الدهون اللي نحن دجا اكلناها قبل فكتير هيدا مهمه اكزامبلات فينا ناخذهم مثل فينا نعمل شاي مش الاسود بزر كمون نغليه هيدا بخليها نحرق فات زياده كان دائما دائما بالشاي الاخضر خاصه نعصر عصره حامض بعدين هلا بدنا نحمس مشاهدين نعطيهم تيبس لبعدين وقت تسقع مزبوط الدنيا اكيد بس كثير اكيد نرجع نحكي على الموضوع مطولا هيك بتكون خلصت فقره زاست مايا ثانك يو كثير لك نرجع نسعى فيك الجمعه الجايه وهاف ا نايس ويكند ثانك يو مايا لك كمان وللكل مشاهدينا حضروا اتصالاتكم لحتى تتصلوا بزينة نمرود فقرة تارو من بعد البريك الفقرة الأخيرة لليوم لصباح لبنان بريك ومنتابع
عودة لمتابعة صباح لبنان، أكيد نحن بانتظار اتصالاتكم على 1390 من داخل لبنان والأرقام المخصصة اللي رح تمرق تباعا على الشاشة من خارج لبنان. فقرة تارو. صباح الخير زينة. صباح الخير. شو أخبارك؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ ماشي الحال. يعني مثل ما دايما نتأمل أنه يكون الحظ فاتح وراقه وبوابه وكل طاقاته وشبابيكه والبدك إياه لكل الناس. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يعني هيك ختام الأسبوع. زينة، في أيامات معينة بيكون الحظ فاتح فيها أكتر من تانية؟ بأثر الفلك وهو الأخبار على هالموضوع على ثروة أو مخص؟ لا، حسب وضع كل شخص. هو ممكن انا بنفس الوقت افتح لك لقلك ورق تكون انت ظروفك منيحه وانت سعيد او الوضع اللي انت فيه مرتاح، ممكن افتح لشخص دغري حدك يكون تعيس، محزون، زعلان، خسران، تعبان، مريض، حسب. نعم، على كل حال عم نترافق معكم مشاهدينا باتصالات، ان شاء الله ما تكونوا لا تعبانين ولا زعلانين ولا مرضى ولا حالتكم الا انه جاهزين لتتصلوا وتتابعونا وتكونوا دائما بصحه وعافيه، لانه اللي عنده صحه ما بيعطل هم شيء ثاني. 1390 لكل اتصالاتكم، والرقم المخصص لزينة نمرود اللي اذا بحبوا يتصلوا فيه كمان بعد الهواء هو 03 378 300. نعم، 378 300 و 1390 من داخل لبنان. اما من خارج لبنان الارقام يلي عم تشوفوها على الشاشه، ان شاء الله يكون في اتصالات جاهزه لحتى نقدر هيك نشوف العالم شو هجسهم شو حابين يعرفوا. مثل ما دائما بذكركم حددوا، مثل ما زينا دائما بتقول، حددوا يلي عبالكم تعرفوا عنه لحتى نقدر هيك يكون الورق تهمي كمان شادي يستفيدوا بالوقت يلي عم تعلق معهم، عندهم شانس انه عم تعلق معهم يستفيدوا، لانه وقت اللي بيسألوا سؤال محدد بيعطي اجابة محددة بيستفيدوا من الموضوع. فاذا مشاهدينا 1390 من داخل لبنان في اتصالات جاهزة، بدي اطلب منكم يعني إذا كان في كثافة بالاتصالات وانقطع الخط ما تيأسوا ترجعوا تتصلوا، لأن أوقات على ضغط الاتصالات ممكن يقطع الخط، فبدي أعتذر من كل الأشخاص اللي عم بتصير معهم هاي الحالة وعم بيتواصلوا معنا ويخبرونا إياها وينقوا علينا، بس هيدا الاتصالات شو بدنا نعمل؟ إيه كلهم بدقوا إنه ما عم نقدر نحكيك لأنه بيكون في ضغط خطوط. صحيح، على كل حال فيهم يتواصلوا معك على 378 300 03، واكيد كل الاشخاص اللي بدهم يتصلوا فيك من برات لبنان ما ينسوا كود لبنان اللي هي 00961 3 378 300. عم بسمع تليفون عم بيرن، اتصال اول بالحلقه. الو. ايه صباح الخير. صباح النور. مين معي؟ معك رواد، اسم الوالده جمانة. نعم رواد، قد عمرك؟ عمري 20 سنة، خلقان ب5 آب 94. نعم، شو حابب تعرف رواد؟ حابب أعرف عن العلم وعاطفيا وهالقصص. أوراي، فإذا عن العلم وعن المجال العاطفي. Thank you رواد على اتصالك، يلا تابع زينة. Thank you. رواد، أساسا أنت بحياتك المادة رح تكون مأمنة عندك. في ناس تبقى مأمنة المادة لألون، في ناس لا بيتعبوا ليكون عندهم مادي. مادي عندك مأمني. هلا عندك موهبة خلقاني معك قوية، بس بدها شوية هيك مش ملعنة، نتفتزكة هيك أو حربة أشوي تتقدر تاخد وتعطي مع العالم تتعاون انت وياهم، لأنه بالموهبة اللي عندك إياها، واضح كتير الورق عم بيقلي، بالموهبة اللي عندك إياها إذا ما عندك ذكاء أو طريقة تستعملها ما رح تقدر توصل لنتيجة. هيدي السنة إذا الله راد رح يوصل لك خبر من غربي أو من غريب أو من مدرسة أو شركة، شيء من غربي أو من غريب، خبر رح يكون أنت ناطر أساسا، رح يساعدك كتير كتير كتير، هو رح يكون أول خطوة لك على درج نجاحاتك. رواد، برافو عليك، برافو.
فاذا ان شاء الله خير يا رواد، واذا غادرت لبنان يعني هي شغله ضروري نقول له اياها، ولكل واحد اذا اجته فرصه برات لبنان انه ما ينسى لبنان وما ينسى انه يرجع يستثمر بلبنان حتى لو ظهر فتره صغيره برات لبنان. 1390 من داخل لبنان و8821622776 44 من خارج لبنان، احنا ناطرين اتصالاتكم واتصال جديد. الو الو الو، صباح الخير. صباح النور. مين معي؟ خضرة عبيد. عفوا؟ خضرة عبلة. خضرة 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 عبيد. عفوا لي ما عبقتش الخط. خضرة شو اسم الوالدة؟ عمشة. نعم، وشو أدى عمرك؟ 40. نعم، شو حضرتك؟ 74. برج الحوت. برج الحوت، شو حابة تعرفي تحديدا؟ حياتي الشخصية. اوكي. أحوالي العامة. الأحوال العامة والحياة الشخصية، أنا بدي أشكر اتصالك. شكرا، يلا إن شاء الله خير، تابع زينة. ليك. كل نقلات عندك إياها أو خطوات بحياتك. أشياء جذرية، خطوات جذرية صارت. أوكي؟ هلا في عندك إنك تتمسكي بالقوة اللي عندك أنت إياها فقط. اللي عندك إياه. تمسكي فيه. تعرفي تاخدي قرارات فيه، لأنه إذا ما استعملت القوة اللي عندك إياها هلأ بس، أو استلشقتي أو تأملتي بشغلة تاني أو بمكان تاني أو بقوة تاني، رح تكوني خسراني. هون الورقة بينصحيك القوة اللي عندك إياها استعمليها بالجود، بالموجود جود، بالموجود جود بيمشي حالك. في حدك رجل شوي هيك عم بي بيوعدك وعدات هيك مش مظبوطة كتير، ما تتاخدي كتير فيها. يلا، يعني دايما هيك الحياة بتحط لنا أشخاص بدربنا بيعلمونا، فدايما هيك ما نصدق دغري شو ما بينقلنا. على كل حال إن شاء الله خير دايما. اتصال جديد أكيد ما تنسوا 1390 من داخل لبنان و8821622776 44 من خارج لبنان. ألو. الو. ايه بونجور. بونجور، اهلا وسهلا، مين معي؟ معك ندى بنت منى. ندى بنت منى. بنت منى، قد ايه عمرك ندى؟ عمري 47. 47، وعن شو حابه تعرفي؟ بدي اعرف عن عائلتي وعن ولادي خصوصا يعني. اوكي، يلا تابعينا ان شاء الله خير، تحياتي لك، شكرا على الاتصال. شو اسمها الست؟ اسمها ندى بنت منى. ندى 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 يا ندى، باسمك في هنا. اي ندى، شوف زارك مية شاب، اخترتيني انا. خير ما اختارت. تسلمي. ندى شوفي، بارتباطك وبعائلتك في تلبيك، ما فيك تعملي شيء، ترتخي للامر الواقع. اي خناق بتخنقيه او اي موقف بتاخديه عكس الطيار اللي عندك رح تكوني خسراني اكتر. انت متكلي على ربي، متكلي عليه أكتر. حاولي ما تضيعي شو بقي عندك. شايفتك هون زعلانه ضيعه، عم بتعندي حتى الاشخاص اللي بتحبي تقعدي معهم وتحكيهم وتاخدي وتعطي انت وياهم كمان، كانه ما لك بقى جلدتهم او عم تبعدي عنهم. من جوا كتير موتره ومعصبه. شوفي الورقه عم يعطيني، انت سالتي عن عائلتك كلها وعن بيتك، الورقة عم يعطيني عليك انت. حافظي على قوتك، حافظي على حالك، ارضي بالواقع، بدك ترضي ما عندك لانه حل تاني تتقدري تستمري. هيك بتخيل انا انه بتقدري تساعدي العيلة بموقفك اذا انت ضليتك مضاينة. ندى يا ندى، يلا ان شاء الله خير. على كل حال اكيد 1390 من داخل لبنان 8821622776444 لاتصالاتكم من خارج لبنان من الدول العربيه والعالم. اكيد ما تنسوا اذا عبالكم تستفسروا عن شيء موضوع معين او عن تفاصيل اكثر، تتصلوا بزينة نمرود على رقمها الخاص 03-378-300. الو الو، صباح الخير. صباح النور. مين معي؟ بدي اسال، معك شهيرة جعفر. نعم، شهيرة بنت مين؟ انا بدي اسال عن بنتي اسمها سارة. عن سارة، فاذا سارة بنت شهيرة، قد عمرها سارة؟ عمرها 3 سنين، بدي اسال عن الصحة.
ثلاث سنين، وعن شو حابه هيك تسألي عن مستقبلها يعني بالمطلع؟ مع انه زينة ما كثير بتحب تفتح ورق للاصغر من 18، فرح نحصر عن الصحة بعدين، بس هلا اهم شيء صحتهم. يلا عن الصحة ان شاء الله بتكون بألف خير دائما. شكرا لاتصالك. كنت رح جاوبها، كنت رح جاوبها انا، لانه ليك بين عندي حالة مرضية للبنت، حالة مرضية، وهالشغلة بينت معها تقريبا كان عمرها 6 إشارات، يا 6 ساعات، يا 6 أيام، يا 6 أشهر، لأن عم بين عندي من وقت يعني، مش هلا قريبة. شوفي خطورة حدا ما في، وضعها هيك، وضعها هيك رح تكون مختلفة عن الأفراد بقلب العائلة. خطورة ما في، وضعها هيدا هو، نتكل على الله. ما عم يبين عندي انه في تقصير او في غلط بطريقه حياتها او حكمتها او بالاسلوب اللي عم تستعملوه معها. قد ما فيكن اعطوها عاطفه، اعطوها عاطفه. على كل حال دائما هيك في ببعض البيوت بيكون في اشخاص متميزين ان كان بحالاتهم بكل شيء، وبكونوا بركه يعني بالبيت، وفي اولاد هيك بكونوا نعمه. فان شاء الله ساره هيك تكبر وبتكون بركة للبيت. منتابع تلقي اتصالاتكم ضمن صباح لبنان وفقرة أثرو مع زينة نمرود. ألو 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 يا أحمد، أحمد بونجور. يا أحمد صباح الخير. ألو ألو مرحبا. مش أحمد، أم أحمد، صباح الخير. ألو, ألو. ايه بونجور، انت على الهواء، مين معي؟ معك مي. مي، مي شو اسم الوالدة؟ أميمة. أميمة، وعن شو حابت تعرفي؟ انا بدي اسأل عن وليد ابني، وليد ابن مي. اوكي، عن وليد ابن مي، قد عمره وليد؟ بيطبق اليوم 17، يوم عيده. شي هابي بيرثدي وليد، بالمية ان شاء الله بتفرحي بشهاداته وفيه بعدين. ثانك يو. يلا تابعينا فاذا مع زينة لحتى نعرف عن وليد، وهابي بيرثدي. خلي لك اياه. قد عمره؟ وليد عمره 17 اليوم عيد ميلاده، يعني خلقان ب 6 تشرين او 7 نوفمبر تشرين الثاني. اوكي. السنه اذا الله راد ثالث اشاره من السنه، يعني يا ثالث يوم يا ثالث اسبوع يا ثالث شهر رح تتهزهز قوته. يعني هون بين عندي أكيد بدراسته. يتفضل وليد يركز أكتر، ينعدي عليه أول شيء. اثنين، يركز أكتر على دراسته، رايقة معه أكتر من اللزوم، أو مطولي بالك عليه أكتر من اللزوم. منيح أمن له كتير إشياء مش مأمنة يمكن لغير ولاد من جيله، الله يخلي لك إيه. بس خلي ينتبه على السنة الجديدة، على دراسته، على توازنه، منيح بالمبدأ، منيح ورقه يعني. طيب بس تينيجر يعني، وليد عمره 17، انه شو ناطرين؟ طيب منه؟ طيب بالشهادة، بس بهذا الوقت عندهم شيء يعملوه، يدرسوا. أكيد. لانه اذا هلا ما درسوا شو بيعملوا؟ بس هلا هذا العمر يلي بيكون الواحد مش سايقته الدنيا، وليد اكيد مش سايقته الدنيا، يروح سبت احد يسايق الدنيا، بنص الجمعه يدرس. على كل حال الله يخلي كل اولاد العالم. نتابع اتصالاتنا 1390 من داخل لبنان و 88216227746 44 لاتصالاتكم من خارج لبنان، واكيد ما تنسوا 0333783000 رقم الخاص لزينة نمرود، اللي كل الاشخاص بحبوا يتواصلوا معها بعد الهوا فيهم يتصلوا. اتصال جديد. الو الو صباح الخير. الو بونجور. بونجورين، مين معي؟ معك نجاح الحاج من البقعه. نجاح، يا هلا فيك. بدي اسال عن بنات اثنين، وحده اسمها غنى. غنى مواليد 11/2/87. نعم. بدي اسال اذا بدي يصير عندها بيبي يعني بهالقرب، وبدك تشتغل. نعم. وعن بنت الثاني كمان بدي اسمها غنوة الحاج، مواليد 82 9 أيار. أوكي، إذا بدك تشتغل كمان. يلا رح نعرف عن غنوة وعن غنى، لكن تابعينا. شكرا لاتصالك نجاح. فإذا غنى وغنوة أولاد نجاح، غنى خلقانة بال 87 يعني عمرها 27 سنة، وغنوة خلقانة بال 82 يعني عمرها 31 سنة، وبدنا نشوف إذا غنى رح يصير عندها بيبي.
السؤال الاول وحده ما عرفت. يلا رح نبلش كيس باي كيس. غنى مواليد 87 يعني عمرها 27 سنه. ايه رح يكون في عائله؟ اول وحده ايه اول عندنا البيبي صح. ايه رح بيكون في عندها عائله؟ ابدا ما تعتليها، ما ينشغل بالك عليها. هي واحد. الثاني هي غنوة مواليد 82 وعمرها 32 سنه. فتحنا لاثنين يعني هيدي مش كتير اوقات بتسائل، بس لانه حكي الورق كفيت انا. الثانية اللي عمرها 30 32 صار لها سنتين على 30 سنة، ظروفها بين عندي بس صار عمرها 30، ظروفها كتير مغيرة، ما انا مبسوطة كأنه وقفة ناجحاتها صار لها شي سنتين. ما نفتح كتير ورق ليبين بالنسبة لل اللي سألتي عنها الثانية اللي هي الأكبر يعني غنوة. ايه بس اللي سألتي عنها أول شيء بالنسبة للعائلة، ايه عندها عائلة ما تعتلي هم أبدا. هاي فإذا مشاهدينا نحن متابعين بتلقي اتصالاتكم واتصال جديد. ألو ألو ألو، لكن جهز الاتصال لحتى ناخده. يعني هيك دايما الأمات اللي عم يتصلوا فينا كيف بيكون قلبهم على اولادهم، وقد ايه الام بهمها انه بنتها تحديدا، اكيد ابنها كمان، ولكن هيك دائما بكون همها انه بنتها تعمل عائله، يكون عندها اولاد، يكون عندها استقرار، حب بحياتها. يعني طبيعي يا شادي طبيعي، لانه هي الحياه. جبنا اولاد، علمناهم، جخخناهم، لبسناهم، خصصناهم، زوجناهم، بدنا يكونوا سعيدين. صحيح. يكون عندهم اولاد يكفوا يستمروا مثلنا. مزبوط. زين الخيانه بتبين بال اي لكن ببين الخيانة، الغدر، الغش، كله ببين. بتبين إذا مثلا الرجال معه مصاري أو وحدة شقرة أو سمر، ببين هيك خبار. إذا سألوا أنا على الخيانة والغدر وهول، إذا ما سألوا ما بجاوب. يعني اللي بدها تعرف شيء تسألني، لأنه أنا مني لحالي ما راح أقول. عظيم. على كل حال في اتصال أخذناه تحت الهواء ولكن قطع. رنا بنت رنا بنت ماري عبالها تعرف عن يعني مجمل حياتها. ماري بنت رنا، عفوا ماري. فإذا ماري بنت رنا وعمرها 42 سنة. يلا يا ماري. عم بتخبيون، عم بتصمدون قرش قرش، يعني عم بدكم بالأصبة أو حجرة حجرة. كل شي معها عم تحطهم فوق بعضهم. برافو عليك. هيدي السنة أكتر سنة، مش هيدي 2014، 2015 أكتر سنة رح تكوني كتير ضغط عليك تكنت زبطتي أمورك، بس الرزقة الكبيرة بعدها بعيدة أو مع غريب أو بغربة. هيدي الرزقة الكبيرة يلي رح تريحك على الآخر. كل قراراتك، كل تصرفاتك، كل تنقلاتك، حركاتك، حركتك مش حركاتك، حركتك كتير مزبوطة ماري. برافو عليك. هاي برافو، مش غلط أبدا. قليل تبين هيك شخص يكون هالقد مزبط حركته، يعني عم يعرف كيف شو يشيل، شو يحط، شو وين يتحرك، مع مين يحكي، كيف يخبي على جنب، يعني يحدد مصروفه، يعرف كيف يظبط أموره، يخلط وراءه منيح. منتابع اتصالاتكم مشاهدينا اكيد 1390 من داخل لبنان، 88-216-227-46-44 من خارج الاراضي اللبنانيه. ما تنسوا زينة نمرود عند رقم خاص فيكم تتواصلوا معها من خلاله 03378-300. الو 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 الو. نعم صباح الخير، مين معي؟ مدام ماري. انت على الهواء تفضلي. ايه مدام ماري. نعم يا هلا ماري. الام سلمى. نعم بدك تعرفي عن سلمى يعني. ايوه لا انا عم بدي اعرف عني انا وجوزي. اوكي ماري بنت سلمى يعني. ايوه. اول رايت عظيم. ماري قد عمري؟ 58 سنة. وعن شو حابة تعرفي تحديدا؟ صار في مشروع سفر ايه او لا انا وعائلتي. مشروع سفر مع نعم. وضع الصحي انا وياها. عظيم. ماري بتابعينك اليوم؟ ايه نعم. وعم متابعينك اليوم. اهلا وسهلا فيك. شوي الاتصال عندي ضعيف. يلا على كل حال تابعينا عبر تي في هلا لتسمعي جواب زينة نمرود عن مشروع السفر، ان شاء الله خير. شوفي ماري، اول شيء ميزين بالثقة بيناتكم بالعائلة، صداقاتكم
مع بعضكم شوية العناد بيناتكم هو يلي ندفع عم بخربط العلاقة. يعني عادي كتير جو العائلة كتير منيح وعادي كتير. غربي هلأ ما عم يبين عندي غربي، بين عندي بعد في مماطلة، في رح مثل كأنه رح توصل لوقت تمله، بس بالنتيجة بالنتيجة في انتصار. ما نحن بنتمنى انكم تضلكم هون بلبنان، بس بالنتيجة ايه عندكم غربي، بس في وقت مش قريبة ابدا. يعني ان شاء الله ما حدا بيتغرب. الاتصال الاخير لحلقتنا لليوم. الو بونجور. بونجور، مين معي؟ معك جان علام. جان تفضل. عن شو عن مين حابب تعرف عنك؟ عني وعن امي. يلا، شو اسم الوالدة؟ مارسيل. مارسيل، وقد عمرك انت وقد عمر الوالدة؟ انا عمري 25، الوالدة 49. 49، شو اسمها امها للوالدة؟ امها مي. عفوا، ليلى؟ مي تيتا مي. اوكي، وحابين تعرف عن شيء معين؟ انا من ناحيتي عن الشغل. اوكي، ومارسيل عن شو حابب تعرف؟ مي عادي. يعني عموميا تطمن على جون. بدي اشكر اتصالك، تحياتي لكم. فاذا جون عمره 25 سنه. اوكي، بين جون عندي هون. ماشي جون، في كثير ملعنه على قوتك، في عندك باور او قوه عندك اياها موجوده بقلب العائله، في كثير ملعنه حواليها، ما رح يقدروا عليك بس رح يعرقلوا لك كثير، انتبه. اي واحد. اثنين، اجواء المحبه بينك وبين امك بالبيت مميزه. انت شوي مطول تستقر وتكون منتج، تبع امك، تبع حالك، تبع حركتك، يعني وين بتروح وين بتجي مع مين بتحكي اي ساعه بتظهر، اي قد ما فيك تكون قريب على البيت. هلا انت بال25 ما تنتظر نجاحات مهمه لإلك، مطول شوي ليكون عندك نجاحات، بس بالنتيجه في نجاحات. الله يخلي لك الماما وموفقين. يعني يا جان ما تعذبها لمارسيل، تجوز على بكير. مش عم بعذبها، لا حرام، مش عم بعذبها. على كل حال موفق جان وموفق مارسيل، وكل المشاهدين مشكورين يلي عم يتواصلوا معنا. زينة نمرود شكرا لك، نحن موعدنا بيتجدد الاسبوع المقبل معك. إذا الله راد. والموعد ثابت، بس الأوراق دائما مخلوطة والحظ دائما بيلعب ups and downs، على أمل إنه يكون دائما حلو وما يكون في شيء هيك حامل طيات خطيرة مثل ما بيقولوا. شكرا لك يا هلا. أهلا. مشاهدينا، صباح لبنان بيوصل لختامه مع كل الموضوعات اللي اتفقنا فيها اليوم. اكيد اسبوع جديد بيطلع علينا الاسبوع المقبل، ما تنسوا انه عم ترافق مع اعادات سبت واحد لابرز الحلقات والمحطات من صباح لبنان صباحا من 9 لل 11:30. واذا عبالكم انكم تفوتوا تحضروا اي فقره او كنتوا ضيوف معنا بالبرنامج، وعبالكم تعملوا شير على فيسبوك www.teleliban.com.lb برامج صباح لبنان، وبتلاقوا لينك الحلقة صباح لبنان مع تاريخ اليوم يلي الموضوع يلي عبالكم تشوفوه بيكون مطروح. أنا بدي أتمنى لكم ويك أند كتير حلو إيجابي، وعلى أمل أنه هيك تقليعة أسبوع مقبل تكون إيجابية للجميع. شكرا لكم، وما تنسوا عبالكم تغيروا شي بحياتكم. أكيد أكيد بعد في وقت، إلى اللقاء.